طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. واللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طبعا قبل كل شيء أنا بأعتذر للي درسوها معي السمستر الماضي واللي اعتمدوا عليها، مع أني قلت لا تعتمدون، يمكن أتأخر فيها، وفعلا تأخرت، انضغطت بالاختبارات والفاينالات والزحمة، فما قدرت أكمل الشرح الشابتر السادس أساسا، ما ذاكرته وقتها. أنا اضطريت أني أذاكره في الإجازة هذه علشان أشرح لكم، ما ودي يكون يعني المقرر ناقص. طيب، شابتر مجملا يعني كنت أشوفه صعب لما أقلب في الصفحات، وأنا ما ذاكرته طبعا، كنت أشوفه مرة صعب، وكنت أعد من الشابترات الصعبة، وما زال يعني أعتبره ثاني أصعب شابتر بعد الرابع. تكلم الشابتر هذا عن الميموري أو الذاكرة وبأنواعها، والرام والروم والكاش ميموري، كل أنواع الميموري طبعا. الشيء الثاني يتكلم عن طبعا نقل البيانات ما بين الذاكرات، ما بين الميموري والكاش، يعني أنقل الداتا من هنا، بنشوف كلها الخرابيط F11 ما يشتغل، نسيت البرزنتيشن ونسيت كل شيء. ايه هذا هو. طيب نشوف. اي تمام. طيب بسم الله. اول شيء شابتر 6 مشينا، ما في شيء هنا. هنا يتكلم عن الشابتر ايش ما فيه وما فيه، مقدمه كذا، مقدمه فيه هذه الاولى. انا طبعا مخطط اللي تقدر تقول مهم. طيب هنا كبداية بدأ لكل شابتر بسؤال، يقول why are there so many different types of computer memory، يقول ليش في أنواع كثيرة من الميموري. طبعا هو يقصد هنا مو بشرط الرام، يعني كل أنواع الميموري، الرام والكاش وما غيره، يقول ليش في أنواع. طبعا أنت لما تفكر فيها يفرق الحجم، السرعة، السعر، عشان كذا تتنوع. طبعا الهدف الأساسي مو بهذا. شوف، كتب لك في السطر اللي تحت، كتب لك، خلنا نحط وضع، نسيت كل شيء. يس هنا كتب لك new technologies continue to be introduced in an attempt to match the improvement in CPU design. احنا عندنا شيء، طبعا لازم تعرف شيء، ان تطور CPU او المعالج ترى فرق كبير مرة مرة عن تطور الميموري، إذا أتكلم عن ميموري واحدة، زين؟ ففي جاب، يعني جاب، في فجوة بينهم من ناحية التطور. خلاص أوريك صورة أنا حاطها هنا، وين جوجل؟ لا مو بهذه، هذه. شوف معي هنا، شوف عام 1900، خليك من التواريخ طبعا إلى 2010، طبعا الإحصائية بتحصل أزود، لكن شوف تطور البروسيسور أو المعالج، شوف فرق بينه وبين الميموري، في فراغ كبير، وهالفراغ ترى يعني يضر بالجهاز. لما يكون عندك معالج قوي مرة والميموري قراءتها بطيئة، ويعني تلقى المعالج مريح فاضي ما هو قاعد يشتغل، أنت ترسل له شغل instruction وأوامر يسويها، تلقى ينفذها فيما أنت، فيما هو رايح يجيب instruction الثانية يدور ذا، فما المعالج مو قاعد يشتغل. فهذه مشكلة عندنا، إحنا نسميها الباتلنيك أو عنق الزجاجة. خلنا نشوف سلايدات قايلين. يقول new technologies continue to be introduced in an attempt to match the improvements in CPU design. يعني في الميموري قاعدين يطلعون تقنيات أو يطورون في طرق عشان يقللون من الفجوة هذه اللي بينهم، هذا اللي يحاولون فيه. عشان كذا فيها أنواع كثيرة من الميموري، اللي هو الرام والروم نشوفها بعد شوي، والكاش وما إلى ذلك. طبعا هنا يقول، طبعا هذا الصورة تلخص الكلام هذا، the speed of memory has to somewhat keep pace with the CPU or the memory become a bottleneck. يقول سرعة الميموري لازم تواكب أو تحاول تقرب من المعالج. انتم شفتوا قبل شوي الفجوة اللي بينهم، ولا بيصير عنق الزجاجة. وش البوتلنيك؟ هذا مصطلح مشهور أتوقع حقين الجيمرز، اللي صدق جيمر يفهم الشيء هذا. خل أعطيك مثال يمكن يوضح الشيء هذا. البوتلنيك لما يكون عندك قطعة في جهازك الكمبيوتر ومواصفاتها مرة عالية، بالمقابل عندك قطعة تانية مواصفاتها ضعيفة، زين؟ خلنا نقول أنا شريت جهاز معالج قوي، مذربورد قوي، كل شيء فيه قوي، لكن الهارد ديسك حاط لي العادي HDD هذا،
سوليد ديسك، حاط هارد ديسك عادي كذا. يعني عندي هارد ديسك، تعرفون الهارد ديسك العادي بطيء مره مقارنه بالاس اس دي والام دوت 2 وغيره من انواع الهارد ديسكات. ف لما يكون مثلا المعالج سريع، الرامات سريعه، يعني فيما اوصل للهارد ديسك والهارد ديسك بطيء فيما اطلع الداتا اللي ابيها والديتا اللي ابيها منه، ارسلها المعالج. فيما ارسلها المعالج قد خلاص سوى الامر والانستراكشن، سوى الفيتش ديكود، كل شيء الدائره اللي درسناها في شابتر 4 قد سواها. فالهارد ديسك هنا مو بقاعد يعطي المعالج داتا بسرعه، مو بسرعه كافيه، بطيء. ففي هالحاله يصير الهارد ما استفدت من المعالج، ليش شاري لي معالج قوي وانت مو بتستفيد من قوته؟ يعني مو قاعد تشغله بشكل تام. مثل اللي يشتري مثلا جهاز مره قوي بكل شيء بما بين الهارد ديسك، لكن بالمقابل يشتري لي شاشه ضعيفه، شاشه مثلا 60 هرتز. هنا لما اشغل مثلا الجهاز يشغل لي مثلا فيلم على 2K او 4K، بغيت الجهاز يقدر على الشيء هذا قوي اقول لك، لكن الشاشه ما تدعم ال 4K. لما اشغل على شاشه ضعيفه بتلقاه يقطع وما ادري ايش، لان الشاشه ما تدعم القوه هذه. فهذا هذا عنق الزجاجه. انا عندي قطع قويه لكن في قطعه سواء كومبوننت داخل الجهاز او خارج مثل الشاشه مو بقاعده تدعم الاداء هذا، فقاعد تحدني عند حد معين. البوتل نيك، بوتل نيك يعني كان قاروره قزازه، يعني دي انا خفف الرسمي، كنا قاروره قزازه كذا، قاروره قزازه هذه في تلقى ضيق وشي واسع خانقها. المهم اتمنى وصلت الفكره. طبعا عشان كذا فيها انواع كثيره من الميموري وفيها طرق بنشوفها بعد شوي. هنا دخل لك على اهم نوعين من الميموري. احنا عندنا لما اقول there are two kinds of memory، طبعا عندنا memory عندنا secondary memory. احنا كل تركيزنا على main memory هنا، secondary memory اللي هارد ديسك واللي اخذناها في التيو 170، كل تركيزنا على main memory الشابتر هذا. طبعا النوعين وش هي؟ random access memory الرام اللي نعرفها العادة. النوع الثاني read only memory، ترى من اسمه واضح read only، يعني بس تقرأ، تحط فيه داتا تقرأ بس، تأخذ الداتا اللي فيها، ما تقدر تعدل، ما تقدر تضيف عليها، read only بس، تفتح كأنك تفتح ملف تقرأ، ملف وورد كأنك تأخذ ملف وورد وتقرأ، ما تقدر تعدل وتصحح وتضيف عليه، ما تقدر، نفس الفكرة كذا، read only memory هذه الروم. طبعا الحين ندخل في تفصيل الثنتين هذولي. بدينا بالرام، طبعا معروفة is a read write memory. شوف الفرق هنا، read only هنا read write، هنا يعني تقرأ الداتا وتقدر تبدل الداتا الموجودة فيها بداتا ثانية أو ببيانات ثانية، يعني هذه read write معناها. ثم يقولك هنا RAM is the memory to which computer specification refer. الحين لما تروح مثلا المكتبة أو شيء بتشتري جهاز تلقى مكتوب memory مثلا 5 جيجا هرتز مثلا أو 16 جيجا هرتز أو 12، زين لما تلقى memory كذا ترى يقصدون من الرام، رامات الجهاز. لما تلقى لو تفتح اي كتالوج في مكتب الجرير ولا الاجهزه تلقى ميموري كذا، او احنا نكتب الرام بس انه يقصدون بالرام. طبعا هنا يقول RAM is also the main memory we have continually referred to. في دائما واحنا نذاكر ومقررنا هذا تلقى مكتوب المين ميموري، مين ميموري يذكرون الكلمه هذه، فهذه معناها هي الرام، يقصد بها الرام. لما يقول مين ميموري، ميموري يقصد الرام. طبعا هنا يقول RAM is used to store programs and data that the computer needs when executing programs. يخزن فيها بيانات البرامج أو الأوامر instruction. طبعا هذه المعلومات تتوقع أنها بديهية ومرت عليكم في الشابترات اللي قبل، المفروض أنكم تعرفونها بس للتأكيد. يقول يخزن فيها البرامج والداتا تبعها للـ CPU عشان يسوي لها execute. طبعا الـ CPU يأخذ الأوامر من RAM ثم يسويها. طبعا في شغلات بينهم بس إنه مجملا. RAM is volatile. volatile يعني not perm، مو بدائمة، يعني ان البيانات فيها تنحذف او قابلة للحذف. مثل it loses data once the power is turned off، يفقد البيانات بمجرد ما يعني يطفى الجهاز او يطفى الكهرباء. خلينا نشوف، اعطيكم مثال هنا. وين رحت؟ شلون اروح لوصف مكتب الحين؟ اي شوف هنا، خلينا بكتب مثلا يزيد التركيبه. طيب
نيفر. المهم الحين انا فاتح الوورد وكتبت لي مثلا السطر هذا، اذا طفى الجهاز فصلت الكهرباء طفى الحين ورجعت شغلته، هل بلقى نفس الشيء؟ بلقى الوورد مفتوح؟ بلقى هذا مكتوب؟ طبعا لا، لان الرام فقد البيانات اللي فيه، هذه الفكره ان فولاتايل زين، فيفقد البيانات، هذه فولاتايل الرام ما يحفظ. لكن لما اسوي له سيف واحطه في الهارد ديسك هنا يفرق، لما اسوي له سيف واحطه في الهارد ديسك هنا عاد قدر حفظت. فنرجع هنا قلنا رام از فولاتايل، هذه there are two general types of RAM. الرام هذه لها نوعين، واحنا عندنا نوعين للميموري، قلنا رام روم. الحين الرام دخلنا فيها، قلنا فيه نوعين للرام، النوع الاول دي رام والنوع الثاني اس رام. دي رام من كلمة دايناميك، دايناميك، وهنا من كلمة ستاتيك او ثابت او شيء كذا. طب خلينا شوي بعدها، هنا دخل في الدي رام في البداية. طبعا دايناميك رام او دي رام، طبعا هذا الصفحتين ها هذه وذي واللي بعد هذولي، هذولي كلها ترى تجي في الفاينل، وجانا عليها سؤال، ما خبرني اذكر جانا عليها سؤال، جاء سؤال في هالاشياء هذه، هالسلايد هذا بالضبط، فهذه مهمة ما تسوي لها سكيب. طبعا الدي رام is constructed of tiny capacitors that leak electricity. طبعا الرام الدي رام نوع هذا دايناميك رام مكون من كاباسيتر او مكثفات، كاباسيتر قطعة كذا سوداء تركب، that leak electricity تسرب كهرب، فهنا قاعدة تفقد طاقة زين، فلانها تفقد طاقة لانها leak electricity نحتاج ريتشارج نشحنها كل شوي زين. خلينا نعيد، DRAM is constructed of tiny capacitors that leak electricity. DRAM requires a recharge every few milliseconds to maintain its data. طبعا يقول لك الرام DRAM طبعا مكونة من كابسترات أو مكثفات قاعدة تفقد مع العمل، تفقد الكهرباء أو الطاقة اللي فيها، فتحتاج أن نسوي لها شحن كل ملي سكند، كل جزء من الثانية أو ما أدري كم ملي سكند هذه، عشان نحافظ على الداتا اللي فيها، وإذا ما في عندي طاقة تطفى خلاص ويصير ريست والأمور هذه. هنا الـ advantages of DRAM يعني المزايا حقتها وش تتميز فيه. طبعا ودي أعطيكم معلومة بأطمر هذا كله، بنزل السطر الأخير. الديرام تدخل في تصنيع الرامات الميموري، اللي الرامات احنا مو قلنا الميموري، هنا الميموري هي الرام زين، فالديرام هذه اللي فوق تدخل في تصنيع الميموري. الاس رام اللي بنجيها بعد شوي ستاتيك رام تدخل في تصنيع الكاش. الحين عندي رام وعندي كاش، ايهما اسرع الكاش ولا الرام؟ طبعا الكاش اسرع. عندي ايهما اغلى كاش ولا الرام؟ طبعا الكاش اغلى. ايهما اكبر حجم يعني مساحة؟ الرام اكبر، لان الكاش صغيرة وقريبة للمعالج فما تقدر تكبرها، حجمها صغير يكون زين. خلوا هذه معلومات أساسية وأتوقع مرت علينا من الشابتر الأول. طيب نجي هنا الخصائص الديناميك رام أو الدي رام. أنا قلت الشيء هذا عشان يسهل عليك اللي فوق. يقول it is much denser، يعني denser أكبر حجم أو أكبر مساحة أو شيء زي كذا. can store many bits per chip، يعني تقدر تخزن فيها يعني بيانات كثيرة لكل قطعة مثلا داخلها، بوريكميها بعد شوي. uses less power، تستخدم طاقة أقل لأنها نظام شحن، تشحن زين، قاعد تشحن فتستخدم طاقة أقل. less expensive، طبعا الرامات العادية أرخص من الكاش ميموري فهي less expensive. generates less heat than SRAM، يعني تولد أقل حرارة من النوع الثاني الستاتيك زين. عندنا هالأربع مزايا فيها وتحفظ. طبعا نجي الحين للستاتيك رام. SRAM holds its contents as long as power is available، يعني تحفظ نفس يعني نفس مبدأ الرام، دام في طاقة فتحفظ البيانات اللي داخلها أو المحتوى اللي داخلها. holds its contents as long power is available، فما تحتاج recharge شحن زي اللي فوق زي الديناميك. SRAM consists of circuits similar to the D flip-flop، يعني تتكون من دوائر كهربائية تشبه D flip-flop اللي درسناها في شابتر 3، آخر شابتر 3.
SRAM is faster. احنا قلنا هي تدخل في تصنيع الكاش، SRAM في الكاش تتواجد، فهي أسرع، الكاش أسرع من الرام اللي هو الديناميك رام اللي يستخدم فيه. ف SRAM is faster، هنا تقدر تقول slower، هنا faster اللي هو، بس طبعا هنا advantage، ما أقدر أقول advantage أقول slower. كأنه يقطع ذا، أو أني فقدت المهارة صار أرفع قلم. طيب SRAM is much more expensive than DRAM، طبعا بديهي إحنا نعرف الكاش أغلى من الديرام. طبعا هنا يقول لك both technologies، كل التقنيات أو DRAM and SRAM are often used in combination، يعني الديرام for main memory، SRAM for cache. زين ودي أوريكم الكاش والمين ميموري وين جوجل. هذه خلصنا منها. هنا شوف هذه الديرام الديناميك رام. زين احنا قلنا تتكون من كبسترات او مكثفات، هذه مكثفات وكل واحدة تحفظ فيها طاقة. هذه الاسرام، طبعا الاسرام تيجي بالشكل هذا، بس هذا الفرق اسرام. هذه شوف في صورة ثانية شايفها هنا، شوف واضح الفرق بين الاسرام والديرام. هذه الديرام المكثفات الدنيا، هذه الاسرام تيجي بالشكل هذا، واضح مرة الفرق. شوف حتى طريقة التركيب شوف يختلف. زين فهذه تستخدم لل قلنا للكاش ميموري، وهذه تستخدم للرام نفسها. هذه الرام نفسها اصلا، هذه الرام، هذه المكثفات، وهذه خلاص كل شيء واضح. نرجع هنا دخلنا على الروم. احنا مو قلنا عندنا نوعين، رام راندوم اكسس ميموري، والنوع الثاني ريد اونلي ميموري. طيب ريد اونلي ميموري الرام، الروم ROM stores critical information necessary to operate the system. يعني أنا ودي أسأل، ما قد لما تشغل جهازك الكمبيوتر أول ما تشغله مو بتطلع لك شاشة ويطلع لك تحت F1 أو F2 مدري إيش، تدخل بايوز مدري، حقين اللي قد سووا فورمات يعرفون شو أقول. دائم تجيكم قائمة، أو إذا خرب الهاردسك عندك يدخلك على القائمة هذه دايركت. هذه نسميها بايوز، قائمة البايوز. القائمة هذه تتحكم في شغلات الهارد ديسك، من يشتغل أول مدري إيش، شغلات كثيرة تتحكم فيها طبعا أدفانس. الروم هذه، القائمة هذه ما تقدر تحذفها، ما تقدر تعدل عليها، حتى إذا ما عندك جهاز تشتغل هذه القائمة اللي هي اسمها البايوز، هذه موجودة داخل الروم. يعني إحنا مخزنين طبعا، هي أشياء عشان تشغيل ويندوز، مخزنين critical information عشان نشغل ويندوز. شوف هذا عندي صورة لها ذكر فتحتها، إيه زي هذه، في أشكال تجيك بالشكل الأزرق هذا، أنا حفظت الصورة عشان فيها الشكلين، في على حسب المذر بورد نفسها، لوحة الأم القديمة تجي بالسودة هذه، إيش في علق ذا؟ طيب القديمة بالسودة، بس في الجديدة تجي بالشكل هذا على اليسار، أغلب تجي بالشكل الأزرق هذه، فهذه مثلاً من الأشكال الجديدة، تتحكم في أشياء كثيرة مرة. هذه فتتحكم في أشياء كثيرة في الجهاز. هذه اسمها البايوز، هذه القائمة ما تقدر تعدل عليها، ما تقدر تحذفها، ما تقدر تفرمتها، ما تقدر أي شيء بدل. شوف حتى يمكن حاطينها هنا ما أدري عاد. فهذه القائمة موجودة داخل الروم، داخل شيء اسمه عندنا الروم. طيب طيب وين نجي الحين؟ روم stores critical information necessary to operate the system such as program necessary to boot نفس اللي شرحته اللي هي البايوز مثلا، او البرامج اللي تحتاج عشان تشغل الويندوز. زين هذه ROM. ROM is not volatile، احنا قلنا read only ما قلنا write يعني volatile، يعني اقرا واكتب زي اللي قلتها قبل. فهنا not volatile and always retains its data، data حقتها موجودة دائما ما راح تتغير. طبعا النوع هذا من this type of memory is also used in embedded systems. لما أقول embedded systems يعني هي الأجهزة اللي فيها قطع إلكترونية بس إنها ثابتة، زي اللي مثلا الغلاية، زي الميكروويف، زي مثلا الثلاجة إذا عندك إلكترونية،
يعني اي اجهزه، الساعات القديمه، السيكو ساكو، الساعات اللي ما فيها تقنيه ما تقدر تعدل عليها، اشياء ثابته، الالعاب يعني فيها، هذه فيها روم تلقاها مبرمجه، اذا ضغطت كذا قامت اللعبه تغني، واذا ضغطت كذا سوت كذا، واذا ضغطت كذا، يعني هذه اشياء روم، ما تقدر تفرمتها، ما تقدر تعدلها، ما تقدر تسوي لها شيء. هل تقدر تفرمت ميكروويف حقك ولا تعدل عليه، ولا تقدر تحوس في الثلاجه مثلا تخليها حراره بدل، يعني ما تقدر، بلا تفلسف انا بعد. فالروم تستخدم في الاغراض هذه غير السالفه اللي قلناها حقت تشغيل الكمبيوتر. This type of memory is also used in embedded systems. هذه لما قلت لك الاجهزه هي embedded system، embedded systems اللي هي الثلاجة، ساعة اليد، ما أدري إذا آبل ممكن آبل معهم ساعة آبل تدعم، بس ما أدري إذا وصلها جير بريك صارت تختلف الوضع. المهم، ف هذا الأجزاء are where the programming does not need to change، يعني البرمجة اللي فيها ما راح تتغير ثابتة. أعطاك أمثلة الألعاب، أوتوموبايلز اللي أتوقع السيارات، أوتوموبيلز السيارات مثلا، برمجة في السيارات، الآلات الحاسبة، الطابعات وغيرها. عندنا الروم هذه فيها لها 5 أنواع تقريبا، الروم العادية اللي أخذناها هذه، وعندنا بي روم، وعندنا اي بي روم. طبعا هي تشوف هذا راندوم، قصدي ريد اونلي ميموري، نفس الشيء هذا ريد اونلي ميموري، بس هنا شو بعدها قبلها بروجرامبل، هنا نفس الشيء ريد اونلي ميموري، هذا قلنا بروجرامبل، هنا تقول اريزبل، يعني تحفظ كلمة نفس الكلمة مو بصعبة. هنا مثلا electricity أتوقع فيها electricity فيها شيء electricity، نفس الكلام قبل كده يتكرر. ثم الفلاش ميموري، خلنا نشوف الأنواع. هذا البي روم الأولى قلنا بروج من الكلمة بروجرام، وهذا على نفسه ما يتغير، programmable read only memory. هذه البي روم can be programmed by the user، يعني ممكن نتبرمجها زين، can be programmed by the user with the appropriate equipment، يعني اليوزر يقدر يبرمجها لكن باستخدام معدات خاصة أو معدات خاصة فيها. الروم اللي قبل، النوع اللي قبل are hardwired، أتوقع hardwired بحثت عنها، يعني الhardwired يعني هي شيء، أتوقع الروم اللي مجرد ما تصنع خلاص ما تقدر تبرمجها. البي روم لا، تقدر تبرمجها مره واحده لانها فيوزد، هاف فيوزد، ما خبضني هذا اللي قريت عنها، طبعا مو مره مطلوبه بس انك تعرفها كاحفظها كحفظ، لكن اذا تبيها فهم الهارد وايرد يعني الروم خلاص متصنع ما تقدر تبرمجها ولا شيء. البي روم لا، قابله للبرمجه. بي روم هاف فيوزد ذات كان بي بلون تو بروجرام ذا شيب، يمديك تبرمجها. بمجرد احنا نتكلم الحين عن البي روم، once programmed the data and instruction in PROM cannot be changed، يعني مجرد ما ابرمجها من اول مره، احنا PROM يعني بدك تبرمجها، مجرد ما تبرمجها خلاص ما تقدر تعدل عليها، خلاص تثبت، ما لك تشيلها، ما لك تحذف، ما لك تسوي اي شيء زين. احنا عندنا الحين النوع الثاني، هذا نفس المصطلح اللي فوق اللي هي programmable read only memory، اللي هو هذا programmable read only memory، أضف عليه كلمة جديدة اللي هي erasable. erasable يعني مسح أو قابل للمسح، erase مسح، erasable قابل للمسح زين. هنا من الاسم تعرف أنك تقدر تمسح، هنا من الاسم بس تقرأ. EEPROM is programmable and reprogrammable، يعني تتبرمج زي الأولى وأنك تقدر تعيد برمجتها من جديد. الأولى قلنا مجرد ما تبرمجها خلاص، هذه لا، تقدر تبرمجها وتعيد. Erasing an EEPROM لما تحذف requires a special tool that emits ultraviolet light، يعني عشان تحذف المحتويات اللي فيها تحتاج عدة خاصة تبث أشعة فوق البنفسجية عشان تحذف، يعني أتوقع أن هالشيء مكلف. To reprogram an EEPROM the entire ship must be first erased، عشان تبرمجها من جديد لازم تحذف كل شيء فيها، ما تقدر تحذف جزء معين وذا، لا كل شيء فيها ينحذف زين. To reprogram an EEPROM the entire ship must be first erased، لازم تحذف كل شيء عشان تبرمجها من جديد.
لأن هذه تبرمج وتقدر ترجع تبرمجها. هنا الحين عندنا، أنا قاعد أقول electricity قبل electrically electric يعني إلكترونية تقريبا electric، يا صعب الكلمات هذه electrically كاكلي erasable، هذا نفس المصطلح اللي فوق erasable program programmable random read only memory كذا electrically. المهم نجي اللي بعده no special، هنا الفرق بينهم no special tools are required to erase، يعني ما تحتاج معدات خاصة عشان تحذف المحتوى اللي فيها. زين erase الحذف is performed by applying an electric field، يعني بتعرضها لمجال كهربائي تتفرمت. زين يعني ما تحتاج انك تجيب لي اشعة فوق البنفسجية ومدي الترا فايلت لايت عشان تفرمتها، لا هنا يعني ما تحتاج اي ادوات يعني شيء مرة سبيشل، لا هنا بس تعرضها مجال مغناطيسي او الكتريك قصدي كهربائي وخلاص تمسح. هنا يقول لك only portion of the ship can be erased، يعني جزء portions of the ship can be erased one byte at a time، يعني لما هذه خلينا نقول هذا الروم زين هذا الجزء مقسم اجزاء، هنا قاعد يقول لك جزء واحد من الروم ينحذف يعني على حده كل واحد لحاله، ثم هذا ثم هذا، مو بكلها مره واحده زين كذا، هذا اللي قاعد يقوله only portions of the ship can be erased one byte at a time. طبعا بالبايت انا اعطيتك كذا اعتبر هذا كامل بايت. زين الحين ندخل على الفلاش ميموري، تعرفون الفلاش ميموري الذاكره، فلاش ميموري is essentially يعني الفلاش ميموري هي نفسها ال E electrically erasable programmable read only memory، هي نفسها هذه flash memory is essentially يعني بالأساس هي هذه قلنا. زين it can be written، تقدر تكتب عليها أو تحذفها كبلوكس، قلنا بايت هنا تحذف بلوكس الفلاش removing the one byte at a time limitation، يعني الحذف يحذف بلوكات يعني جزء كبير. زين هذا يفرقها عن اللي فوق، هنا قلنا تحذف بايت بايت، هنا لا يحذف بلوك بلوك، فيشيل من يشيل شيء اسمه one byte at a time. flash memory is faster than EEPROM، يعني الفلاش ميموري أسرع من اللي قبلها هذه الإلكتريكالي مدري إيش هذه. وأني أنا خلصنا ال type of memories، طبعا كلها حفظ ما فيها كثر الأسم حقتي بعد، كلها حفظ ما فيها شيء يعني special، أو إنه طبعا أسئلة تكون في الخيارات. أذكر إني قد شفت سؤال في الحين كان يقول جبل الفروقات مثلا بين هالثنتين. زين فتنحفظ تنحفظ إذا تبي تفهمها عشان يسهل عليك الحفظ عادي. إحنا الحين خلصنا دي خلصنا دي، الحين ندخل في the memory hierarchy اللي هو هرم الذاكرة. هرم وين الهرم حقنا؟ هرم الذاكرة، هرم اللي بقول كذا هنا في شغلة نوع هنا نوع هنا نوع هنا نوع إلى عاد نوصل للسي بي يو، بنشوفها بعد شوي. هذا أغلب قريته ما حددته إلا أنه مثلا ما أشوفه مهم، أو أنه مثلا يعني مكرر في سلايد ثاني، واللي بالأخضر يعني بالنسبة لي أعتبره قراءة أو فهم ما يتعدى. طبعا في درسنا شيء درسنا من قبل وتوقع أنكم تعرفونه، هذا هو السي بي يو زين المعالج. كل ما قربت الذاكرة من المعالج كل ما صارت قريبة، قلنا كل ما صارت صار سبيد ارتفع سبيد، وبرضو يرتفع مع الكوست تكلفة، ويقل السايز حجمها، مو بحجمها كشكل لا يعني بالكيلو بايت. ترى الكاش ميموري دام انها قريبة، هنا الكاش ميموري قريبة من السي بي يو المعالج، ترى احجامها ترى بالميجا 3 ميجا توصل، في بعض الأحجام توصل يعني طبعا 3 ميجا
لما اقول كاش يوصل 3 ميجا ما ادري اذا نسيت والله، بس انها ترى سعرها مره فلكي، يعني مو فلك فلكي لا، سعرها عالي مره، العاده بتلقاها بالكيلو بايت الكاش، لكن في اشياء طبعا تصير مثلا 3 ميجا لكن عندك كواد كور المعالج بتصير اكثر يعني. المهم هذا السي بي يو يجي بعده مثلا، طبعا داخل السي بي يو في ريجسترز، يجي بعده مثلا الكاش، كاش تعرفون انواع، تجي L1 L2 بس مو بلازم نكتبها، مو بلازم نحط هنا L1 L2. يجي بعده الميموري، خلينا نقول M. يجي بعده الهارد ديسك من كبير HDD او SSD سميت به الهارد ديسك. طبعا هذه اسرعهم اللي هو الكاش، ثم الميموري بسرعة، ثم الهارد ديسك. طبعا هذا ارخصهم يصير الهارد ديسك، لان كل ما بعد من السي بي يو كل ما صار ارخص، زي ما قلت كل ما صار ارخص. طبعا اذا قرب يرتفع الكوست والسبيد، يعني هذه سريعة وغالية، هذه برضو سريعة وغالية مقارنة باللي بعدها يعني. زين الحين هذا اتمنى انكم فهمتوا الشيء هذا، لانه بيسهل عليكم كل السلايدات الجاية. As a rule, the faster memory is, the more expensive its per bit for storage of storage. يعني يقول كل ما صارت الميموري سريعة كل ما صارت أغلى، يعني per bit per of storage مثلا تلقاه مثلا حجمها مثلا 20 كيلو بايت، مثلا 20 كيلو بايت، وهنا حجمها مثلا 32 ميجا. زين فهذه سريعة بس حجمها أقل، وكل ما زاد الحجم يعني تلقى نفس السرعة، كلهم نفس السرعة مثلا، بس إذا زاد الحجم تصير أغلى. هنا هذا معنى كلامه. The faster memory is, the more expensive it is its per bit of storage. طبعا هنا يقول اخترعنا، طبعا ليش سووا الهرم هذا؟ بنشوف الخطوة الحين وكل شيء. ليش سووا الهرم هذا؟ عشان يقلل الجاب أو الفجوة اللي شفناها في البداية بين السي بي يو والميموري، عشان يقلل الشيء هذا اخترعوا شيء اسمه مثلا، اللي هو اخترعوا الحركة هذه اللي رسمتها فوق يسار، هذه اخترعوها ان السي بي يو يدورها في الكاش، اذا ما لقاها في الكاش يدور هنا، اذا ما لقاها هنا يدور هنا، اخترعوا الحركة هذه عشان يقلل. فيما السي بي يو يدور هنا قدر يعني تلقاه هي بدنا نفهم الأشياء هذه، ما أبغى أستعجل. شيء اسمه locality، فبتشوفون الحين يعني احفظوا الشكل هذا عندكم أو عرفوه. هذا الميزة منه أنه يقلل يعني الجاب والفجوة بين السي بي يو والميموري أو الذاكرة. طبعا هنا this approach شوف هنا to deal with this disparity today computer system use combination of memory types provide the best performance at the best cost. Hierarchical memory, the base type that normally طبعا هنا يقول أنواع الميموري اللي تستخدم في هرم الميموري أو هرم الذاكرة. memory hierarchy هذا هو registers, cache, main memory اللي هو RAM، احنا قلنا memory تعني RAM، and secondary memory اللي مثلا HDD SSD او مثلا CD-ات وDVD-ات او مثلا فلاش ميموري، انواع كثيرة. فهذا جاء سؤال عليه في الفاينل، ترى الفكرة حطها لك، قال وش اسرع واحد فيهم؟ طبعا اسرع واحد اللي هو ريجستر، هذه موجودة داخل المعالج، فكل ما قربت المعالج كل ما صارت اسرع واقل حجم. طيب اللي بعده، we classify memory based on its distance from the processor. يعني يقول we classify memory based on its distance from the processor. احنا نصنف الذاكرة على حسب المسافة بينها وبين المعالج، زي هذا المعالج والمسافة اللي بينها، من اقرب من ابعد هنا التصنيف يكون. بالنسبة للهرم هو يتكلم، distance is usually measured by the number of machine cycles required for access. لما اقول machine cycle هي اللي درسناها قبل، fetch decode execute، هذه السايكل، هذه ماشين سايكل. زين لما نقول فيقيس المسافه
على كم عملية مثلا فيتش ديكود اكسكيوت عشان يوصل مثلا للشغلة هذه، فهذا يقيس مسافة. الريكوير تو اكسس، المهم ذا كلوزر ميموري از تو ذا بروسيسور از ذا فاستر، يعني كل ما صار اقرب من المعالج كل ما صار اسرع. فاستر ميموري، فاستر ميموري از مور اكسبنسيف، فاستر ميموريز tend to be smaller than slower ones due to cost. الذاكرة السريعة تكون غالية مثل ما قلتها قبل شوي، هنا كل ما صارت قريبة من المعالج كل ما صارت أسرع، كل ما ارتفع السعر. شوف هذولي مع بعض، يرتفع سبيد يرتفع السعر لكن يقل الحجم. شوف هالكلام نفسه هنا، faster memory is more expensive, faster memory tend to be smaller than slower. أقل حجم، لما قلت لك يقل الحجم أيوة، هذه السايز يقل. طبعا يقللون الحجم عشان القيمة السعر، ما يحط لك كاش ميموري وحجمها كبير كذا بتصير مرة غالية. يعني أنا كنت أبحث عن أكبر كاش ميموري، أتوقع في 400 شيء جيجا، بس إنه في يعني شيء مثل هالأجهزة يكون تكلفة الجهاز ب 400 مليون 300 مليون يعني بالراحة دولار بعد. يعني مثل الأجهزة اللي يعني تشوف لك حالة الطقس ممكن فيها شيء زي كذا، لأنه يبيلها بروسيس سريع ودنيا. طبعا في أجهزة الكمبيوتر موجود، شوف شو يقول: memories close to the CPU are high speed low capacity memories. يعني الذاكرة نفس الكلام اللي قلناه، الذاكرة اللي قريبة من CPU تكون سريعة لكن حجمها قليل، حجمها أقل. يعني يقول memories far from the CPU are low speed، يعني البعيدة من المعالج أقل سرعة لكن حجمها كبير، زي الهارد ديسك مثلا. هارد ديسك بعيد من المعالج حجمه كبير وسرعته أقل، الكاش قريب من المعالج لكن حجمها قليل بالكيلو بايت والميجا وكذا. في النص بينهم طبعا يجيك الرام. الرام شوفها هنا، هذا CPU، هذا في النص بينهم الرام بين CPU. طيب هذا الهرم حقنا، نفس الكلام اللي قلناه هذا هو موجود. خلنا نقول هنا المعالج CPU، زين CPU كل ما قربت للCPU تصير أسرع وأصغر حجم وأغلى. شوفها قربت، costly مكلفة، money وأصغر حجم تصير صغيرة إذا قربت. يعني الريجستر موجود داخل CPU معناتها حجمها صغير كل ما وصلت. عندنا هنا ريجسترز كاش مثل ما شفتوها هنا، هذه ترتيب ريجستر كاش ميموري سكندري، هذا ريجستر كاش ميموري سوليد ستيت اللي هو SSD، هذا اختصاره سوليد ستيت. ماجنتيك ديسك، ماجنتيك المجال المغناطيسي اللي هو HDD الهارد ديسك العادي. اوبتيكال ديسك CD DVD، عاد حط انواع الانواع اللي ترتب انت. شوف لارجر ان سايز، كل ما زاد الحجم يعني هذا الهرم واضح. طبعا احنا هنا يعني عشان خلنا نرجع نرسم حقنا، طفشت من اللون الازرق. طيب قلنا هذا CPU، هذه مثلا كاش، سهم بالراجع، هذه مثلا رام. اوكي توهقنا رام. طيب ترى هذا الشيء الرسم والخرابيط هذه اللي تخلي المقاطع حقتي طويلة، الناس يحسبون شرحي بطيء، قاعد اتفنن وارسم. هنا ال H مسوقين ترى ان شرحي بطيء. هنا ال HDD او SSD سمى اللي تسميه هذا، زين. الحين إذا أبغى ديتا أو أبغى مثلا بفتح ملف صورة مثلا، زين بفتح صورة في الجهاز، طبعا أنا هنا أعطيت الأمر من CPU هو اللي ينفذ الأوامر CPU، بفتح صورة يروح يدورها في الكاش، ما لقاها في الكاش طبعا يدور في الأقرب عنده لأنه أسرع له، ما لقاها في الكاش يدور في الرام، ما لقاها في الرام يدورها في الهارد ديسك هنا بيلقاها. طبعا يلقاها هنا
ياخذها الرام، ثم ياخذها الكاش، ثم ياخذها وصل السي بي يو، ثم ينفذ الامر. هذه الطريقه الحين. اذا فهمت هذه ترى تختصر عليك هذا كله وهذا كله وهذا كله. زين، هذه الفكره. يعني السي بي يو الحين طبعا في زياده مصطلحات، يدورها في الكاش ما لقاها، ما لقاها هنا، يدورها في الرام ما لقاها، يدورها هنا لقاها، خلاص يرجعها هنا، يرجعها هنا الى ما يوصل السي بي يو ينفذ الامر. هذه الطريقه. خلينا نشوف الحين كيف access particular piece of data. The CPU first send a request to the nearest memory. Nearest memory اللي هي cache. Usually the cache. يدورها فيها يعني. If the data is not in the cache, the main memory is required. يعني إذا ما لقاها في cache خلاص الحين توجه للرام اللي هو main memory. قلنا main memory اللي هي RAM. If the data is not in the main memory, then the request goes to the disk. اللي هو الأخير اللي اشتدي. Once the data is located, لما يحصل الداتا اللي يبيه، شوف هذا مهم، هذا بندخل تفصيله. The data and a number of its nearby data elements are fetched into the cache memory. زين، يقول لك الحين خلاص. فرضا انا فتحت عندي ملف مجلد في صور في الجهاز عندي. زين، فرضا اني فتحت الصوره مثلا الاولى، هذا مجلد، هذا في الـ HDD الهارد ديسك. زين، هذا السي بي يو، هذا الكاش، هذا الرام. فخططنا الحين ايش بيسوي السي بي يو. قلت له انا فتحت الامر هذا، الصوره هذه مثلا صوره، فبيروح الحين بيجيبها، صور بيجيب الادرس حقها في الهارد ديسك، يدورها في الكاش ما لقاها، خلونا ما لقاها، يدورها هنا ما لقاها، اكس يدورها في الرام ما لقاها، لقاها الحين في الهارد ديسك. زين، لقاها، ما يجيبها لحالها. شوف هالكلام هذا ايش يقول، ما يجيبها لحالها. طبعا خلينا نقول الادرس حقها اكس، هي ادرس حقها اكس، هذه يجيب اكس ويجيب معها اكس زائد واحد اللي هو الثانيه، هذه اكس، اكس زائد واحد للثانيه، يجيب معها اكس زائد اثنين، هذه اللي بعدها اكس زائد اثنين، ويجيب اكس زائد ثلاثه مثلا، واكس زائد اربعه، اكس زائد ثلاثه، يجيب هالصفه كلهم مثلا كذا. هو في سيستم، في نظام كذا، يجيبها يوديها للرام، ثم يوديها للكاش، وخلاص يحطها في الكاش هنا. انه السي بي يو ليش اخذ هذول؟ انا فتحت الصوره هذه الاولى، ليش جاب لي ثنيات معها؟ هو احتمال يتوقع، يقول دامك انت فتحت الملف هذا وفتحت الصوره الاولى، اتوقع منك انك تضغط نيكست وتروح تشوف الصوره الثانيه، بدل ما يعلق ويروح من جديد يدورها في الكاش، يدورها في الرام، يدورها في الهارد ديسك، خلاص تكون موجوده اوريدي في الكاش. هو يتوقع انك دامك فتحت الاولى صارت صح، يمكن انك تبي تحتاج ملفات جنبها، اي طريقه مثلا، اي شيء في الجهاز، فهو يتوقع كذا الشيء هذا، بحيث صح ضغطت نيكست بس خلاص تصير هذه موجوده سريعه. فغالبا تكون دائما يعني صحيح الشيء هذا، يعني يسرع الجهاز، يكون اسرع، بدل ما تقعد تفتح الصوره وتقعد تعلق معك تحتريها تفتح او شيء. فهذه الفكره من اللي هي the data and a number of its nearby data element. يعني الداتا هذه ونمبر من اللي جنبها، الأشياء اللي جنبها هي x حقتنا، وجنبها x زائد واحد، جنبها x زائد اثنين، x زائد ثلاثة، are fetched into the cache، ياخذها من إلى الكاش. زين، عشان طيب أتمنى الفكرة واضحة، خلاص بتسهل عليك كل شيء باقي. الحين عندنا مصطلحات، يعني مصطلحات وشو؟ مصطلح أنا كنت أقول ما لقى الداتا، كنت أقول ما لقى الداتا، كنت أقول هنا لقاها. ما لقى الداتا هذه لها مصطلح، هذه لها مصطلح، هذه لها مصطلح. زين، ذا لقاها. هيت، لما أقول أهيت يعني إصابة، أو خاف تفهمونها إصابة، يعني أصابت الهدف مثلا، خلينا نقولها كذا، أهيت أصابت الهدف مثلا، يعني أصابت تبي الداتا هذه، خاص هيت جبتها أصابتها، أو ما أدري إيش. أتمنى إنكم فهمتوا. زين، hit is when a data is found at a given memory level.
لما يقول given يعني ما هذه الليفلات، واحد اثنين هذه الليفلات، يقول لما تلقى فرضا لقيتها في الرام خلاص hit هنا زين. a miss عكس الهيت، hit يعني انك لقيتها، miss ضيعتها. is when it's not found، the data ما لقيتها. hit rate is the percentage of time data is found at a given memory level، يعني هو نسبة بالوقت، نسبة الوقت أو نسبة مقارنة بالوقت اللي احتاجتها عشان تلقى الداتا هذه في أي ذاكرة زين. يعني هي نسبة مقارنة بالوقت أو نسبة الوقت أو يعني إنك تحصل الداتا. هنا نفس الشيء، نسبة الوقت إنك ما تحصل الداتا. طبعا هنا حط قانون طبعا ثابت هذا الشيء، الميس ريت مثلا نسبة انك ما تحصل الداتا واحد ناقص هيت ريت. طبعا الهيت ريت هذا اقدر اطبق نفس القانون، اقدر اقول هيت ريت ساوي واحد ناقص ميس ريت. ما جاء عليه سؤال بس ممكن يسوي لك تريك او شيء. نفس الشيء ميس ريت تبدلها بهيت ريت زين، ممكن تقول لك الشيء هذا نفسه هنا. Is the percentage نسبة إنه المهم خلصناها. hit time خل أعطيك مثال على hit time. طيب hit time الحين أجي أقول كي يزيد اللي هنا، بقول يزيد عطني القلم في مخباتك، يجي يزيد يطلع القلم يعطيني إياه. شفت هذه العملية إنك تيجي تأخذ القلم تعطيني إياه، هذا الhit time، هذا الhit time. رحت أخذت القلم وعطتني إياه، هذا الhit time زين. خلنا نقول يزيد عطني القلم، دور مخباته ما لقاه، التفت على جنبه معك قلم، طبعا ما لقاه مس، عطني يزيد عطني القلم دور ما لقاه مس هنا، دور لجنبه ولا عطاه خذ القلم هنا هيت، فيرجعه للي يعني يعطيني اياه انا اللي طلبته يعطيني اياه. هنا هذا الهيت تايم، شفت العمليه اللي كنت دور ليه ما لقاه وجابه، هذا الهيت تايم. خلينا نشوف التعريف. is the time required to access data at a given level، يعني الوقت اللي تحتاجه عشان توصل للديتا او توصل للديتا ايه زين. هذه miss penalty يعني زي الغرامه جزاء او ما ادري ايش يسمونها. المهم is the time required to process a miss، لما اروح المكان واجاه miss ما حصلت الداتا. احنا نتكلم عن الوقت دائما، الوقت زين. جانا miss الحين، احط هذه حطها في اعتبار واحد، قال لك is the time required to process a miss including زائد يعني بالإضافة عليها. احنا نتكلم عن الوقت الحين، الوقت اللي ان رحت وصار miss، مش فيني مسكت اللي بضبطها، الوقت اللي رحت وصار miss including the time that it takes to replace a block of memory، يعني replace استبدل block of memory. وش معنى block of memory؟ شوف فوق يعني هنا هذه الكاش، هذا الكاش ميموري زين، هذا بلوك، هذا بلوك زين، هذا بلوك، هذا بلوك يعني زي الجزء. هذه الرام فيها بلوكات زين، واحد اثنين بلوكات يعني خانات. خلينا نقول الحين خلينا نقول احاول اشرح هذا الكلام بالرسم. الحين هذا السي بي يو جاي هنا، جانا المس اللي حطينا عليه رقم واحد مس ما لقاها، راح هنا ولقاها والله انها رقم اثنين اللي نبيها زين. انا اتكلم عن التايم الحين، شف يقول is the time required to process a miss، process a miss جانا مس هنا، وبالاضافه الوقت انه يحتاج انه ياخذ هالبلوك. طبعا هذه فل فيها داتا فلها، ياخذه ويبدلها ببلوك، خلينا نقول بدلها برقم ثلاثة، بدل هذا اللي في هنا حطه هنا، الداتا اللي هنا حطه هنا بدلها، replace بدل، وبالإضافة plus the time it takes it to deliver to the process، بعدين لين ياخذها يعني كله الوقت انه لما لقى miss يحسب لي الوقت هنا اللي هو miss penalty، لما لقى miss ثم راح يدور لقى الداتا اخذها من هنا في الميموري، الميموري اللي بعده مثلا سواء هنا او في هارد ديسك يعني ما تفرق هنا ولا هنا، لما اخذها ثم بدل الداتا الموجوده هنا بدلها، طبعا هنا هي فل خلاص ريبليس بدل الموجود، ثم اخذها هذا التايم بنالتي، المس بنالتي
أتمنى أنه واضح. اقرأ التعريف ومع الرسمات هذه إن شاء الله تفهم. Is the time required to process a miss including the time it takes to replace a block of memory plus the time it takes to deliver the data to the processor. هذا هو CPU هو البروسيسور. اللي بعده خلينا نشوف هنا. أتوقع أنها واضحة. هذا CPU عندنا زين. إحنا بنمشي مع الأحمر الحين. طلب CPU address X العنوان X طلبه. راح يدور في الكاش ما لقاه عطانا miss. راح يدور في الرام يبغى أدرسه دوره ما لقاه عطانا miss نزل على أحمر. يدور في الهارد ديسك والله لقاه إذا لقيناه نقول hit. الحين لقاه ناخذه. ما أخذ الحالة قلنا ناخذه وناخذ اللي جنبه. X X زائد واحد X زائد اثنين X زائد ثلاثة ناخذ اللي جنبه. البلوك اللي يعني الأشياء اللي جنبه. فهمتوا فكرة ليش ناخذ جنبه؟ يوديها للرام. ثم الرام انقلها كامل بلوك كامل. انقلها للكاش. ومن الكاش آخذ بس الإكس اللي طلبته أنا اللي بس اللي طلبته اللي كان يبيه من الأساس. أخليه هنا. في حالة إنه بعدين السي بي يو طلب الصورة اللي جنبها أو العنصر اللي جنبه خاص بيصير يلقاه هنا في الكاش. ما يحتاج يلف اللفة لين يروح الهارد ديسك ويدوره. بيلقاه في الكاش. هذا مصطلح اسمه locality ندخل فيه الحين. كم الساعة؟ طيب باخذ بريك شوي. أهلا. طيب وصلنا يوم اني اضيع القلم حقي. ايه طيب اخذت لي بريك. المهم هنا دخلنا على موضوع اللي هو اللوكاليتي اللي كنا نتكلم عنه قبل شوي اللي هو هذا. طبعا اللوكاليتي هنا يقول هذا كلام الاكس ويجيب يعني ما يجيب الداتا نفسها المطلوبة الاكس. يجيب اكس زائد واحد زائد اكس زائد اثنين اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها اللي هو. طيب نشوف هنا. شوف التعريف هذا او سؤال هنا. Once the data is located, the data is located, then the data and a number of its nearby data elements are fetched into cache memory. ليه؟ يقول لما يلقى الداتا اللي خلينا نقول X يجيب ال X مجموعة من الداتا اللي جنبها X زائد واحد X زائد اثنين X زائد ثلاثة اللي هو يجيب مجموعة هذه. ليش يجيبها كلها؟ أنا شرحت لكم الفكرة اللي تو يوم أقول لكم هنا هذه الفكرة. أتمنى أنكم فاهمينها. هنا يقول the hope is that the x this extra data اللي هو هذه وذي 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 هذه. The hope is that this extra data will be referenced in the near future, which is in most cases it is. يعني يجيبها على أمل إنه ممكن يطلبها اليوزر في يعني ممكن نستخدمها أو نطلبها في يعني بعد فترة زين يعني بعد كذا أمر كذا ممكن يطلبها زي موضوع الصور اللي قلت لكم. وفي أغلب الحالات إيه يطلبها. هذا الحركة هذه اللي تسميها locality because programs tend to exhibit a probability خاصية تسمى locality. هذه الحركة هذه locality لها ثلاث أنواع three types. طيب advantage وش الميزة؟ Advantage. After a miss, there is a high probability to achieve several hits. لما مثلاً يصير لي miss جاب لي بيروح أجيب داتا الأولى ما لقيتها miss ثم miss يعني هذا x miss أو خلينا نكتب شلون ذا miss زين ثم بروح جبت الداتا x وجبت اللي بعدها ال x زاد واحد و x زاد اثنين اللوكاليتي نفذته يقول بعد المس شانس إني أجيب أكثر من إكس أكثر من هيت يعني هيت أجيب هذا هيت وطلب اللي بعدها إكس زاد واحد هيت 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 أكثر. هذه الأدفانتج فيها. طبعا هنا there's one miss يعني في miss واحدة there must be several hits in the case اللي هو نفس الكلام هذا. الحين دخل على يبدأ في locality of reference. إذا فاهم الكلام اللي قبل كله هذا سهل يمكن تعبر أنت. Locality of reference is a way of organizing data inside memory in such a way that the data nearly requested will be closely located inside the memory. يقول هي طريقة أن هي رتب الداتا داخل الميموري. وهنا غالبا يقصد الكاش يعني. زين هي طريقة
يرتب الداتا داخل ميموري، خلينا نقول اكس اكس زائد واحد، وطبعا الطرق تختلف يعني مو بشرط انها هذه، هي طريقه يرتب الداتا داخل الميموري. يعني ممكن على امل انه ممكن هذه الداتا انها تستخدم في المستقبل القريب او انها راح تستخدم، فهذه هي فكره اللوكالتي وغالبا تنجح يعني زي موضوع الصور اللي قلت لكم. طبعا هنا حط لك example in the absence of branch in the PC Mari، طبعا نتكلم عن Mari هنا ال PC يقصد program counter. program counter هو المسؤول عن اللي يجيب ال address of the next instruction. يعني لما أقول جيب x ال next instruction تكون x زاد واحد يسوي increment يزودها، ال next اللي بعدها x زاد اثنين يزود، فنفس الفكرة هذه. يعطيك مثال يعني يضرب لك مثال على اللوكاتي اللي هو البروجرام كانتر في الماري. هنا الأنواع اللوكاليتي عندنا ثلاث أنواع ثلاثة فورم، خل بعطيك مثال عشان تفرق بينهم. أو لا خل ما عندي مثال على هذه الصراحة. طبعا شوف الأولى النوع الأول تيمبورال لوكاليتي أو يسمونه لهم مسمى كلمة temporal. temporal في الإنجليزية تعني جاية من كلمة time. كلمة temporal جاية من كلمة time. يقول temporal locality أو الزمني locality أو أصبر خلنا أتأكد من شغلة. طيب temporal locality. temporal قلنا من كلمة تجي من كلمة time. locality التقارب الزمني، هذه كترجمة التقارب الزمني. وش هنا يقول recently accessed data almost tend to be accessed again. يعني الداتا اللي فتحتها يعني يعني راح يدخلها مرة ثانية، راح tend to be accessed again. هذا الداتا زين tend to be accessed ممكن يدخلها مرة ثانية الداتا، هذا اللي اسمه temporal locality. مثل بعطيك مثال على هذا، مثال واضح اللوب أو الحلقة زين، أكيد درست اللوب وتعرفونه في 105 أو في المقرر هذا سالفة اللوب. اللوب حلقة أو دوران يعني تكرار زين. خلق مثلا عندي مثلا لوب في الجافا مثلا أو أي لوب هذا مثلا خلق أغير اللون عشان توضح شوي. هذا مثلا شرط اللوب، هذا اللوب مثلا خلق نقول فور لوب إذا في الجافا أو أي نوع لوب زين. هنا الأوامر اللوب فكرته هنا في شرط condition شرط. اللوب فكرته يقعد يلف 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 لحد ما يتحقق ثمن خاص يطلع من اللوب. شوف لما شوف التعريف هنا recently accessed، أنا الحين سويت له accessed، هذا دخلت له دخلت اللوب سويت له accessed بيرجع اللوب الأول اللوب الثاني بيرجع. شوف recently accessed data elements tend to be accessed again، هذا اللوب يعني مو مثال على temporal tend to be accessed again وagain هذا اللوب، فهذا مثال واضح على temporal. طبعا spatial locality spatial هذا يعني access tend to cluster، هذا يعني حسب تصنيف معين أو تصنيف معين إيه أو نمط معين أو banner معين. مثلا هنا دائما يضربون عليها مثال، هذا قلنا مثالها دائما يضربون مثال عليها اللي هي loops، هذه يضربون مثال عليها الاري. الاري في الجافا أو اللغات البرمجة اللي هي list القوائم، مثلا a صفر a واحد، الحين a array هذا عناصر a الاري. ممكن في ناس ما تفهم الشيء هذا بس بعطيكم مثال ثاني يفهمونه، بس حقين البرمجة اللي درسوا برمجة أكيد يعرفون إيش أقصد هنا بال هذه مثلا array، هذه عناصر الاري، هذه عناصر الاري زين. خلينا نقول مثلا عندي لوب فيها يلف على عناصر الاري يسوي مثلا increment، فهو بيلف على الاول ثم بيلف على الثاني اللي بعده ثم على الثالث الرابع زي كذا، هذا قاعد يلف عليها بالدور مو بالدور يعني حسب تصنيف معين، هذا اللي داخل الاري فهو بيلف عليهم كلهم. خلينا نقول مثال للي ما درسوا جافا، مثلا الحين اذا دخلت مكتبه او اي مكان او سوبر ماركت او اي مكان، خلينا نقول مكتبه، رحت اقسم الكتب تلقى هنا تصنيف معين
قسم كتب التقنية، قسم الكتب الدينية، قسم كتب علم النفس، قسم الروايات، تلقى فيه تصنيف. فهذا هو قصده بالسبيشال، يعني بالسبيشال لوكاليتي، ان في تصنيف معين زي هذا. هذا يعتبر تصنيف، عشان كذا اقول اضرب مثال في الاري، طبعا اشهر الامثله على سبيشال ترى الفكره. زين، هذا يعتبر كلستر او تصنيف، كان يقول هذا مثلا قسم كتب اللي هو التقنيه، نفس الشيء يمر عليها كذا. زين، فاتمنى انها واضحه، مثلين لوبس وهذا الاري، او مثال المكتبه، عشان تعرف انه يدخل قسم قسم، يعني شيء يعني مقسم موزعها. النوع الثالث sequential locality. sequential أتوقع أنه مرت علينا كثير في هذا المقرر، يعني sequential ما يهم، ما في تصنيف معين ولا فيه مثلا recently، يمشي على نعم الترتيب الأولى الثانية كذا، مهما كان مختلفين متشابهين يمشي، ما في نوع كذا sequential يبتلين ما يلقاها كذا. هذا sequential. instruction tend to be accessed sequentially، يعني بالتسلسل أو بالتسلسل. إيه. The locality principle provides، يعني لما أقول locality الحين الحركات هذه اللي قاعد تشوفونها لما يسوي يعني يسوي access الايتم هذا ويسوي له access again، ممكن access ثالث، هذا يعني قاعد يسهل أو يسرع على عملية إنه بدل ما يمر يروح يمشي للرام الهارد ديسك من ايش، قاعد يسرع عملية انه يوصل معلومات البيانات للداتا للمعالج، قاعد يسرعها، سواء انه يدخل في قسم معين، انت بحثت مثلا عن صورة مثلا، يروح لوكال عنده سبيشال لوكاليتي مقسمها على صور فيديو من ايش، تلقى يروح يدور في الصور مثلا. عرفت؟ اتوقع ان هذا ابطأهم يكون سكنشل. لكن الهدف من هذول كلهم إنها تسريع عملية المعالج. شوف هنا يقولك the locality principle provides the opportunity for a system to use a small amount of very fast memory to effectively accelerate the majority of memory access. قاعد يسرع عملية إنها access للداتا. فما أذكر إني قرأت الكلام هذا، ممكن نكرر في السلايد اللي بعده نشوف بعد شوية. لا والله ممكن. ما حس، يمكن قريه بس مو مهم، فما يفرق أتوقع. The only small amount of the entire memory space is being accessed at a given time, and therefore, to small and fast. يعني تلخيص الكلام اللي قبل. المهم ندخل على الموضوع اللي بعده اللي هو الكاش ميموري. الكاش ميموري وهو آخر موضوع في الشابتر هذا. طبعا يقسم الأنواع. هذه أنواع بنجي فيها، هذه اسمها المابينج. طبعا هذه ما يخلو منها الاختبار. هذه ودي أدخل في تفصيلها الحين، أقول وش معناها عشان لا شرحناها تصير عندك صورة واضحة، أو خلوها بعدين إذا درسناها، لأني أنا ناوي الشرح هذا يعني أقسم على قسمين الصراحة، يعني بوقف بعد شوي، يعني بوقف بالضبط هنا، بوقف إن شاء الله وأكمل إن شاء الله بكرة في نفس الفيديو هذا. طبعا ندخل على الكاش ميموري. نعرف قلنا الكاش ميموري هي من أسرع أنواع الذاكرة، أو أسرع نوع الميموري هذا الـ CPU، اللي بعدها على طول الـ Cache. طبعاً داخل الـ CPU في Registers. نروح للـ Cache Memory. هذا أنا حاطه القراءة والفهم، خلينا نقرأ. A computer processor is very fast and is constantly reading information from memory. يقول لك المعالج مرة سريع وقاعد يقرأ بيانات من الميموري بسرعة. It often has to wait for the information to arrive because the memory access time are slower than the processor. هذا نفس مبدأ اللي قلنا الـ CPU سريع والميموري الجراف هذاك بطيء. فبما انه سريع ما عنده شغل، بطل نيك اللي تكلمنا عنه يوم شرحت بداية الميتينج او المحاضرة هذه. فبما انه سريع والميموري تعتبر بطيئة بالنسبة له، فهنا قاعد ينتظر فيما تجيه الاوامر، فاضي مو قاعد يشتغل. زين، هذا الكلام كله قلنا عشان كذا حطه هنا للفهم. A cache memory is small, temporary, but fast memory that the processor uses for information is likely to need again in the very near future. عشان كذا فيه الكاش ميموري، تسرع العملية. بدل ما يروح الميموري بطيئة، يجيب داتا للكاش ويصير أكسس الداتا سريعة. فتسرع الجاب هذا، يعني تقلل الجاب هذا والفجوة اللي بينهم في السرعة. فهذا كله شرحنا قبل. عشان كذا حطيت القراءة أو للفهم.
hints, يعني the purpose of cache memory is to speed up access by storing recently used data closer to the CPU instead of storing it in memory. يعني فكرة من الكاش إنه يخزن الداتا أو البيانات اللي استخدمت قبل، يعني زي سالفة اللوكاليتي، يعني أقصد ال x زائد واحد و x x هذه اللي قلناها قبل شوي، اللوكاليتي إنه يخزنها في الكاش عشان أسرع إنها توصل لها CPU، أو إنها تكون أقرب للسي بي يو بدل ما يروح يدورها في الميموري. Cache is much smaller than memory. Its access time is fraction of the memory. يعني يقولك الكاش ميموري نعرفها أصغر من الكاش، أصغر من الميموري، لكن سرعته أو سرعة الدخول والتفتيش في البيانات داخله أسرع من الميموري. Fraction يعني ما أدري مو بعد، بس إنه أسرع. هنا حط لك مثال طبعا، شوف هذه. خلينا نشوف. Unlike memory which is accessed by address، memory يستخدم فيها address عشان يأكسس، طبعا بالهكس hexadecimal. الميموري يستخدم فيها address. الكاش is typically accessed by content، بالمحتوى. خلاص عارف يصير CPU عارف ان هنا في كذا الشيء فلاني، هنا في فيديو، هنا في صورة، هنا في مدري ايش reference للصورة، reference مدري ايش، فهنا في فرق بينهم. الميموري أو المين ميموري الرام accessed by address، الكاش accessed by content. زين، وهذا مسمى له content addressable memory، مسمى. زين، inside the cache memory is faster. هذا كلام عدناه يعني مليون مرة، إن الكاش ميموري أسرع من المين ميموري. هنا يقولك، يعطيك مثال ان الميموري اذا سرعتها، مثلا الميموري قلنا تتكون من دي رام، خلينا نقول سرعتها 60 نانو سكند، الكاش اللي تكون من اس رام فهو اسرع، يكون faster access than، نفس الكلام قلناه، يعني ما في شيء جديد هنا. هنا هذا اشوفه مهم، يعني ما قد شفت عليه سؤال. moreover if the data has been copied، يعني الحين هذه الرام زين هذا الكاش، خلنا نقول نقلت الحين بيانات هذا البلوك، نقلته من الرام، اخذته من الرام الى الكاش اللي بستخدمه. زين، هل عنوان اللي هنا، عنوانه خلنا نقول مثلا عنوانه x، هل هو نفسه هنا يصير x نفس العنوان؟ طبعا خطأ، احنا قلنا already هنا ان هذا بالادرس وهذا بالكونتنت، لكن مو بنفس العنوان. يعني ممكن هذا عنوانه يكون x 1 5 مدري ايش كذا رقم، هنا يكون في الخانة الاولى مثلا او الخانة الثالثة على حسب. هنا خانة صفر اندكس. هنا ايش يقول؟ moreover if the data has been copied to cache the address of the data in cache is not the same as the main memory address، عنوانها في الرام او المين ميموري مو بنفس عنوانها في الكاش. يقول أعطاك مثال إن الداتا في الميموري في العنوان هذا بالهكس ديسيمال طبعاً عشان الـ E could be located in the very first location in cache. أعطاك مثال، يعني يهمك إنك تعرف إن الأدرس يختلفون بين إذا الداتا نفسها هنا وهنا، ترى مو بشرط إنه مو بالأدرس نفسه يختلفون. طيب هنا how then يسأل does the CPU كيف اوكي هنا دخلنا على اتوقع بيدخلنا موضوع اللي هو المابينج. طيب does this مقدمه هذه، does the CPU locate data when it has been copied into cache؟ يقول كيف ان السي بي يو الحين لما نقلتها من الميموري للكاش، من هنا من الرام للكاش، كيف السي بي يو يحدد المكان هذا، يحدد انها يعرف ان الداتا هذه في الخانه الفلانيه في الكاش؟ الحين نقلتها من هنا لهنا، كيف السي بي يو الحين انا رحت دورت مش دور لقاها في الرام هنا، خذها وجابها للكاش اقرب له، كيف السي بي يو يعرفها اي خانه هنا؟ هذا نسميه شيء بناخذه بعد شوي، او هو الشابتر اللي قلت بشرحه بكره، اللي اسمه مابينج او مابينج اللي هو كاش مابينج. ايه هنا هذا يسال هنا the CPU uses a specific mapping scheme، في شيء CPU يستخدم طرق مابينج سكيم. عندنا ثلاث طرق اللي قلتها في البداية بشرحها، هذه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة،
وبندخل فيها كلها طبعا مباشرة. Mapping scheme يعطيك وشو converts the main memory address into cache location، يحول الادرس من main memory الى cache location. احنا قلنا هذه بالcontent وadress، هذا هو المابينج يسوي العملية هذه ويصير CPU عارف وين حصلها. هنا depending on the mapping scheme we may have two or three fields، يقول يعتمد على المابينج سكيم. احنا قلنا عندنا ثلاث انواع في المابينج سكيم، ممكن يكون عندنا ثلاثة فيلد، اثنين الى ثلاثة فيلد. هذه انا ما حددتها لانك راح تدرسها بعد شوي، او بوريك ايش يقصد. يقول يعتمد على المابينج سكيم، ممكن يكون عندنا 1 or 2 or 3 fields. انت الحين ما تدري وش الفيلد وش يقصد فيها، لكن شوف خلينا نتقدم. هذا 1 2، هذا المابينج نوعه دايركت مابينج، فعنده ثلاثه فيلدز، ثلاثة فيلدز. شوف خلينا نشوف النوع الثاني اللي هو فولي هذا فولي اسوسييتيف سكيم، شوف عنده 1 2. النوع الثالث برضو عنده ثلاثة، النوع الثالث هذا 1 2 3. زين، ف هذا هو يقصد بالشيء هذا. طبعا انا عشان كذا يعني ما حددت الشيء هذا ولا حطيت عليه سطر، لانه يعني وانت ذاك الاشياء الثانيه هذيك بديهي تعرف انها من مابينج، من نوع مابينج للثاني عندنا ثلاث انواع، من واحد للثاني تختلف عد، يعني تختلف عدد الفيلدز الموجوده، في شيء تلقى ثلاثة في شيء اثنين مثل ما شفتوا. طيب it also provide a method for the CPU to find previously copied data when searching cache. برضو هذه من المزايا اتوقع الادفانتج، تعتبر ادفانتج اللي هي مابينج سكيم، انه يوفر طريقه للمعالج انه يحصل الداتا اللي نسخت من قبل وموجوده في الكاش وين سيرشنج كاش، يعني لما يدور في الكاش. هنا خلينا هذا اللي رسمتها، يوفر طريقه للسي بي يو المعالج لما انسخها من هنا يوفر لك كيف يلقاها بسرعه من هنا، على طول يعرف مكانها. هذا بروفيس قالها وخلاص. طبعا هنا اوكي انا بوقف هنا. Before we discuss mapping scheme، قبل لا نبدا في المابينج سكيم اللي هذا اللي نحكي عنها زين، او مابينج من تجي من خرائط او خرائط او شلون، قبل لا نحكي في موضوعها لازم تعرف شغلات بسيطه. How data is covered، لازم تعرف كيف انه يتم نسخ الداتا الى الكاش. اتوقع انك تعرف الحين يعني من الميموري للكاش تعرف كيف النسخة، اتوقع انك تعرفونها. طيب خلينا نشوف. main memory and cache are both divided into the same size blocks، هذه مهمة. زين خلينا نقول هذه المين ميموري رام بلوك 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 بلوك، اعتبرونها متوازية، وهذا الكاش. بلاك بلاك بلاك، ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. زين الرام بما انها اكبر حجم فحط لها خمسة مثلا، واللي هي المفروض اكبر على انها هذه. هو هنا شو يتكلم؟ هنا يتكلم، وين رحنا؟ يتكلم ان السايز هذا نفس الحجم هنا البلوك هذا، عرفت؟ تتكلم ما يتكلم عن كامل الحجم هذا، لا مستحيل نفس السايز، لكن هذا البلوك نفس البلوك هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة. زين هذا هو يتكلم عن الموضوع هذا. يقول main memory and cache are both divided into the same size blocks. فارس تختلف، أتوقع هنا يقصد أن عددها تختلف. When a memory address is generated, cache. الحين لما جاني CPU يبغى يطلب مثلاً address X، أروح أفتح الصورة X، أنا ما بيد اللون. Then when the memory address is generated, cache is searched first to see if the required word exists. هنا إيش يقصد؟
الحين لما انا هذا السي بي يو زين، لما طلب السي طلبنا يجيب العنوان اكس، خلينا نقول هذا اكس، هذا العنوان اكس موجود في الرام. اول شيء يسويه يروح يدور هل هو موجود في الكاش ولا لا، يشوف هذا واحد هذا اثنين هذا مو موجود، يلقاه في الميموري، يلقاه هنا. زين، اول شيء هذه الخطوه الاولى اللي يسويها، قلنا انهم ان الميموري والكاش مقسم على البلوكات متساويه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واتوقع انكم عارفينها، لما يطلب ادرس يروح يدور في الكاش اول شيء هل هو موجود ولا لا. When the request is not found in cache، إذا ما لقاه في الكاش، إذن the entire block، هذا البلوك كامل ينقل إلى الكاش. هنا طبعا نقول miss دائما ما لقاه، هنا hit عشان لقاه، البلوك كامل ينقل. هذه خلنا نقول الحين خلنا نقول هذه مثلا الحين full، هذا فيه فيه أدرس مدري واحد، وهذا فيه أدرس اثنين، هذا فيه أدرس ثلاثة. هذا لما ينقله خلاص، هذا مثلا ما له حاجة، خلاص يمسح هذا، هذا يمسحه، من اللي يمسح، أيوة اللي مسحت مرة، يمسح ويحط بداله إكس، نسخه هنا. زين، بعدين هذا يصير أقرب للمري. طبعا حطوا بالكم إنه مو بإكس في الحالة، إكس زائد واحد إكس، لأن هذا بلوك فيه فيه داتا كثيرة مو بداتا واحدة. زين، فهذه الفكرة. الحين قلنا الخطوات ان المين ميموري اللي هي الرام والكاش مقسمة على بلوكات متساوية، هذه بلوكات متساوية المين ميموري وكاش، الحجم هين ميموري اكبر حجم. اول شيء عشان يجيب ادرس اذا جاني عنوان يدوره في الكاش ما لقاه، هنا ينتقل للي بعده اللي هو الرام او المين ميموري، لقاه ياخذه وينقل بلوك للكاش، يحطه في كاش عشان يستخدم سي بي يو. نقرأ الحين. When a memory address is generated, cache is searched first to see if the required word exists there. يدور هل هو موجود ولا لا. هذا أول شيء. When the request is not found in cache, لما ما يحصله في الكاش, the entire وش يسوي هنا؟ The entire main memory block in which the word resides is loaded into cache. هذا البلوك كامل loaded ينقل إلى الكاش. نفس اللي شرحته تو. يعني يقولك لازم تحط بعين الاعتبار ان المين ميموري اكبر من الكاش، فعلا المين ميموري اكبر من الكاش. يعني يقول لك there are more blocks in memory that there are in cache blocks، يعني فيه بلوكات كثيره في المين ميموري، 1 2 زي ما قلت لك 5 بلوكات اكثر من الكاش، لانها اكبر حجم ميموري ففيها بلوكات اكبر من الكاش. وبما ان فيه بلوكات اكبر كلهم زي اللي تحسهم يتسابقون يبغون يصيرون اقرب. مين ميموري بلوكس كومبيت فور كاش لوكيشنز، يعني يحاولون يصيرون أقرب للمعالج، هذول كومبيت من اللي أقرب، من اللي بيروح للمعالج. زين، هذا يروح، هذا بعد يبي يروح، هذا بيروح، كلهم يبي يقرب، يبون القرب. طبعا هنا أنا ودي أوقف صراحة، هنا تقريبا خلصنا، بقي الدايركت مابينج، هذا جاء عليه سؤال في الفاينل، هذا بسيط للأسف ما حليته. بيرايت باك. اهلا ورجعت للبارت الثاني، طبعا بسوي له ايديت واشبكه مع الاول. هنا وصلنا للمابينج اللي هو الله انواع المابينج. المابينج انها او ما يحتاج عيد لانها شرحتها قبل شوي. المهم المابينج كيف انقل الداتا من الرام زين ميموري الى الكاش، يعني كيف السي بي يو او المعالج كيف يعرف ان مثلا الملف او الداتا اللي هنا راح لأي خانة في الكاش. احنا قلنا هنا كتير الخانات فكيف يعرف وعلى اي اساس وش الطرق. طيب احنا عندنا ثلاث انواع المابينج. وينها هذه؟ عندنا ثلاث انواع. انا فتحت لي صورة، خلنا نشوف قلت صفحة بيضاء. طيب المابينج عندنا ثلاث انواع. النوع الاول شيء اسمه دايركت مابينج. مابينج سبيلنج لا تشرحون حتى الراتي. الثاني اللي اسمه ان واي، ان يعني رقم يعني عدد فاريبل، ان واي سيت اسوشيتيف
اوكي سي اي تي اي بي اي. النوع الثالث اللي هي فولي فولي اسوشيتيف. السبيلنج ماني متاكد منه بس ان شاء الله انه صحيح. طيب عندنا ثلاث انواع ودي اوضحها، بعطيكم مثال بسيط. خلينا نقول انه قال الدراسه الفاينل حضوري، زين ما لي يقول بس خلينا نقول قال لك الدكتور الفاينل الحضوري، جيت انت يا الطالب، احنا بنتكلم عن الدايركت الاولى هذه، جيت انت وقال لك المراقب يا فلان اجلس في الكرسي هذا، خلينا نشوف في كراسي مثلا ما يبقى راسمها كلها بس تقريبي، زين قال لك اجلس في وين رحت انا؟ اوكي هنا جاك مراقب قال لك اجلس في الكرسي هذا، كذا جاك مسكك فلان اجلس هنا ولا تتحرك، خلاص هذا مكانك، هذا انت ما تقدر تغير مكانك، ما تقدر تروح يمين ولا يسار، خلاص ثابت، هذا اسمه دايركت، على طول وجهك على المكان هذا خلاص تسكت وتقعد فيه ما تقدر تغير. طيب النوع الثاني انوي، انوي نفرض جيت انت للاختبار وقال لك اجلس هنا في الدايركت، اعطاك نفس الاول دايركت، قلت والله يا اخي انا اعسر وما اقدر اجلس والطاوله قمت تعطي هذا، قال لك والله اقتنعت هنا الانوي، فقال خلاص بحدد لك هالاربع اماكن، مو بشرط اربعه عشان كذا قلنا ان ممكن يكون اثنين ممكن ثلاثه على حسب، قال لك هنا في مثالنا هنا قال مكان يقول هنا فور واي، زين قال لك بحدد لك الاربعه هذه وانت اختار تجلس اي واحد فيهم، يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا، زين حددت لك ست، هذا اسمها ست يعني مجموعه، شوف أربعة إحنا مثالنا أربعة أربعة وي ست أسوشيت، فحدد لك أربعة هذه الست، هذا النوع الثاني أنت تحفظ هذا الشيء وخاص ما يعني ما تضيع بينهم، الدايركت قلت لك يحدد لك مكان واحد خاص ما دايركت ما تطلع منه، الانوي يحدد لك ست يقولك أنت الأربعة هذه يدخل فيها، الفولي يعني واضح من اسمه فولي خلاص رح اجلس في مكان اللي تبي زي اللي إحنا نسوي في العالم فولي اجلس في مكان اللي تبي، هذا الفولي، هذه ثلاث أنواع اللي بناخذها في المابينج، كل نوع ندخل في تفصيله ويعني وعليه مسائل كل نوع. أنا صراحة يوم إني أختبر المقرر هذا يوم قصدي أخذت السمستر الماضي 21-22 يوم أختبر الفاينل كان حضوري، يعني تصدقون إني وقفت في المذاكرة، وقفت إلى هنا تقريبا على هالسلايدات هذه اللي قاعد أشرحها الحين، أنا ترى هذه ما ذكرتها، ذكرتها عشان أشرحها لكم، ولا في الفاينل هالشابتر كلها ذاكرت بداية النظري اللي الرام والروم والأشياء هذه، لكن وقفت على هذا وجانا سؤال في الدايركت، طيب لو قاري بس قاري صفحتين ذي كان قدرت أجاوب فقرتين، سؤال من فقرتين جانا على الدايركت في الفاينل. طيب الآن عرفت هذه الدايركت مابينج والست، عرفت الفكرة منها يعني الدايركت له محدد مكان واحد، الست عنده عندي يكون ست، الفولي اختار المكان تبي، زين نبدأ في الدايركت اللي هو النوع الأول عندنا. الدايركت خلنا نقرأ هنا أو يعني ودي أختصر الكلام هذا. الدايركت ما قلنا إحنا الكراسي حقتنا هذه يحدد لك مكان واحد وتقعد فيه وخلاص، شلون على أي أساس يحدد مكان واحد؟ نستخدم المودلر أبروتش اللي هي المود اللي هي باقي القسمة، مثلا X باقي قسمة Y، ما لكم من هذه أنا أعطيكم أمثلة من عندي الحين لأن فيزياء قانون x y وش ال x وش ال y، زين أنا أعطيك مثال الحين هذا المود يعني نجي للقانون هنا الناتج بيكون المكان اللي في الرام اللي في الكاش، إحنا عندنا قلنا ميموري الرام هذه، زين ميموري هذه بلوك أول بلوك ثاني بلوك ثالث بلوك رابع وخامس، هذا الكاش كاش كاش بلوك واحد واثنين وثلاثة يعني مثلا كذا، زين هذه رام أبنقل داتا من الرام للكاش، أبنقل مثلا هذا مثلا هذا ترقيمها مثلا صفر واحد، إحنا بالإندكس بالبرمجة دائما تبدأ من صفر، زين وهذه صفر واحد اثنين ثلاثة مثلا صفر واحد اثنين ما يهم، مثلا بنقل الرقم هذا
هذا بنقل هذا وخلها عشان تسهل عليكم. لا خلها كذي، بنقل رقمها، بنقل الخانة هذه، الداتا اللي هنا بنقلها على اي اساس؟ انقلها هنا في اي خانة؟ احنا مو قلنا دايركت، انا باخذ هذه شلون وديها دايركت لاي واحدة. هنا نطبق المودلر ابروتش، تجي تقول احنا عندنا خانة مثلا اثنين هنا، اجي اقول اثنين مود كم هي؟ ثلاثة. ثلاثة الناتج اللي هو الواي، هذا الناتج هو الخانة اللي بتطلع هنا، اثنين مود ثلاثة يساوي اثنين، أحطها في خانة اثنين هنا، هذا هو خلاص، هذه بتروح هنا. هذه فكرة الدايركت على حسب نقلتها من هنا لهنا بالطريقة هذه بالمود، واضح؟ فإذا أجي هنا أنت عرفت شلون هذه، مثلا احنا قلنا اثنين مود على مثالنا هذا، اثنين سوا اثنين، اثنين مود كم عددها؟ واحد اثنين ثلاثة، اثنين مود ثلاثة هذه زين. اثنين لو تأخذ من هي هي رقم الخانة اللي في الرام، يعني الداتا اللي في الرام اثنين، اللي هو شو هذا على أساس إنها هذا الإكس. خلينا نشوف الإكس كاتب هنا is the location of the of a block in main memory. main memory قلنا رام، location of a block in main memory هذا اثنين. شوف اللوكيشن of block 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 في main memory هذا هو. نجي للإن، إن قلنا هذه هي شوف الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، خلنا نشيل هذا عشان ما نضيعكم، واحد اثنين ثلاثة عدد البلوكات اللي في الكاش. شوف هالي إن، خلنا نشوف هالإن is the total number of blocks in cache. الواي، الواي يعني الناتج، هو الواي الناتج هذه واي، الواي هي الناتج، قلنا بيصير ناتج اثنين. اثنين اللي هي وين بتحطها انت؟ صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين، ترى العدد يختلف عن اماكنها، صراحة بحطه هنا. شوف هالواي is the location of the block in cache، وين بتحطها الكاش؟ هذا الدايركت. طبعا فيه قاع، يعني اذا تسوي انت مود x مود n مثلا، اذا x اصغر من ال n، x اصغر من n زين، الناتج على طول يسوي x على طول بدون ما تناظر بدون ما تحسب شيء، x اصغر من n اعطوا ال n، وين رحت فينا قدمنا، اعطوا الناتج x زين. هنا اعطاك امثله، قال لك اكزامبل، طبعا احنا نحسب مو بتقسم، مو بx تقسيم n، لا باقي القسمه، في طريقه تحسبها بالآلة الحاسبه باقي القسمه زين. طيب هنا اعطاك السؤال اكاش ميموري كونتين اوف، قال لك كاش ميموري فيها كم بلوك؟ كم بلوك؟ قال لك 10 بلوكات. هذه خلنا نرسمها بس تمثيلي، هذا كاش ميموري حقتنا، بلوك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 بلوكات زين. هذه الكاش، ترى اللي يطول شروحاتي اللي هي اني اقعد ارسم، فانت سو سكيب اذا شفت ارسم سبيلينج كاش هسه خطا. المهم قال لك كاش ميموري فيها 10 بلوكات، هذه هذه 1 الى 10 عددها، يعني هذه كانه يقول 10 هنا القانون هذا زين. How will the following main memory blocks، شوف main memory blocks يعني بلوكات main memory هذه، مثل لو برسم ماني براسمها كذا كامل بس مثال، أنا بس مستطيل خايس بس يلا استغفر الله، لأني قاعد أرسم بزاوية التابلت فصار صعب، من كذا هذه إلى نقاط نقاط إلى مثلا 32، لأن حط لي مثلا ما يهم، بس أنا أرسم توضيحي عشان تعرف الصفر هذا وشو هو، هنا هذا الصفر، ستة هذا مثلا صفر واحد اثنين ثلاثة زي كذا، صفر واحد اثنين إلى ستة مثلا زي كذا، هذه عشان تفهم هذه وش الأرقام. فقال لك وش المابينج حقتها، يعني وين بتروح الارقام هذه، وين بتروح في الكاش. فتجي تقول مثلا صفر الاولى، مثلا صفر مود 6 صفر مود معلش 10، الناتج طبعا اصغر خلاص الناتج صفر، يعني بحطها في خانه صفر، الصفر هذا بيروح في الخانه صفر، السته هذه مود 10 بتروح في خانه 6، 6 مود 10 بتروح في خانه 6، 10 مود 10 بيصير 1، لا 0 معليش، 10 مود 10 0، العدد نفسه 0 اتوقع،
لأنك 10 تقسيم 10 ما في باقي قسمة، ناتج يساوي 1 ما في باقي قسمة. 15 مود هذا توقع 5، 15 مود 10 5، 10 5 15 25 I think 3 أي شيء فيه 5 أتوقع، ما متأكد. هذه يصير باقي قسمة حقتها 5. زين، هذه عشان تحدد وين تحطها. فأتوقع أنه واضح المثال هذا، فشفها 6 مود 10 حطوا خانة صفر. هذا البلوك اللي في الميموري الرام، هذا عدد بلوكات الكاش مثلا، شوف العشرات هذه كلها، هذا وين احطه فيه في الكاش هذا، فتمشي كذا. هذا هو. هذا بالنسبه للدايركت، ترى ما ينطبق الا على الدايركت هذا الشيء. خلينا نشوف اللي بعده، واضح مره وسهل. هذا نفس المثال اللي توقع ادورك اياه. مثلا هنا قال لي صفر مود هذا علامه صفر مود صفر، لا صفر مود مش صفر، ايش نضيع؟ 1 2 3 9 10 بلوكات، اللي بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشان الصفر معهم. صفر مود 10، 1 مود 10، 1 مود 10، 2 مود 10، عاد احسب الناتج. طبعا هذا لان الصفر بيكون في صفر بيصير في واحد، شبه كلها واحد الى ما توصل 9. يعني هنا 9 10 هنا عاد بيتغير. طيب الحين عندنا لو تلاحظ الإشكالية اللي صارت، الصفر راح صفر، شوفها الحين عشرة مود عشرة، شوفها هنا عشرة عشرة مود عشرة وين راحت؟ راحت الصفر، صار عندنا اثنين في الصفر، صار عندنا في اثنين في الصفر. كيف السي بي يو المعالج يعرف أي واحدة من الاثنين بياخذ هذه، بنقل هذه ولا هذه، وش موجود فيه أي واحدة منهم؟ زين، هذا اللي بنعرفه الحين. طيب طبعا الكلام اللي قلته هذا اللي هو هذا هو شبه هنا. كلها placed in block 5 in cache. How does the CPU know this block actually reside in cache block 5 at any given time؟ طبعا عندنا تعريف هنا tag. ثواني بس بشوف عند الباب. طيب هنا كنا نقول tag، طبعا التاج هذا يخزن جوا الكاش ميموري. زين، خلينا نشوف التعريف. Identifies each block that is copied to cache. زين، يعني تعريف كل بلوك، هذا بلوك تم نسخه الى الكاش. هذا كتعريف هنا. التاج يعتبر يخزن جوا الكاش ميموري ويستخدم للمقارنه، يعني هل اشوف هل هذا البلوك مثلا موجود داخل الكاش ولا لا، يستخدم كذا. زين، يستخدم المقارنه، هل هذا البلوك موجود ولا لا، هذه فايدته. يعلم السي بي يو انه والله هذا موجود داخل ذا. فما يعني اذا جيت بحطه مره ثانيه، بحط الداتا هذا هنا، بيقول تراه موجود. زين، تعدل عليه ولا شيء للسي بي يو. عندنا شيء ثاني، شوف this tag is stored with the block inside the cache، خزن داخل الكاش. زين، عندنا شيء ثاني اسمه valid bit، هذا شيء ثاني. is also added to each cache block to identify its validity. هذا زي اللي احط لك دفتر تحضير، حطيت الصفر داخل الخانه هذه في الصفر، اقول خانه الصفر في الكاش احط عليها صح، هذه الصفر صفر الصفر، هذه الثانية صفر صفر واحد، اللي هذه طبعا نتكلم باينري، صفر واحد واحد اثنين، اتوقع صفر واحد صفر، عاد ما يحفظها مرة بس انها اساسياتها. فاجي حطيت هذا في خانة صفر، اجي اقول والله صفر فيها valid، حطيتها هذه ما فيها شيء، احط اكس يعني ما فيها شيء. طبعا هو ما يتعامل، طبعا هو ما كتبها بت، هي بت، هي مفروض بت، هي بت واحد تراها، يعني يا صفر يا واحد، موجود احط واحد، واحد انت درسته في بدايه بترو، يعني ترو. صفر هنا ما في شيء، مثلا هنا اقول والله في صفر واحد، يعني اللي هي رقم اثنين فيها والله فيها شيء، حاطين فيها قيمه، اقول واحد valid. هذه فكره الفاليد اللي هو valid bit. ايش هذه؟ انا اقول مكتب bit، هذه valid bit، bit واحد، يعني يا صفر يا واحد. ما قد شفت عليها أسئلة الصراحة هذه.
من وصلت الفكرة. اللي بعده إلى الآن يتكلم عن الكاش مابين الدايركت ماب. إحنا عندنا شيء طبعا شوف هذه الرسمة خليك هنا. عندنا الدايركت ماب لها رسمة أو شكل يختلفون في الأشياء هذه. غالبها ثابتة اثنين هذا اثنين ثابتين بس اللي في النص يختلف اللي هو بلوك. وعندنا الست اسوشيتيف لها شكل والفولي له شكل كل واحد له شكل. انا ما احب اللون الاحمر راح يصير في العين. طيب هذا طيب خلينا نشوف الحين بيدخل في تفصيل كل واحد الورد وشو البلوك وشو والتاج وشو. يعني هي ترى لو اجي المثال هنا شوف في قيم ويعطيك مساله ابايت ما ادري وشو يعطيك ارقام زي كذا. فعلى اي اساس احط الارقام هذه في داخل هنا زين؟ اقدر اطمر الصفحه هذه واحل المثال بتفهم على اساس تفهم الكلام اللي هنا. بس بمر عليك قراءه ومرور الكرام. اوفست يعني الورد فيلد هذا كمسمى شبه هو يتكلم عن هذه تاج. كل نوع من السكيمز او المابينج سكيمز له رسمه تختلف. هنا تاج بلوك وورد في الست اسوشيف عشان قلنا الست شوفها يقول تاج ست وورد. مثلا في ال fully mapping tag word ما في بلوك خاص يصير tag وهذا كله يصير word مثلا زين كذا تختلف هي. فالآن بندخل في ال direct mapping. عندنا word أو مسمى له ثاني offset زين هذا يا اسمه offset يا word على حسب كذا. يقول لك uniquely identifies an address within a specific block. هذا المهم وبتفهمها مع المسائل حلها. وش شلون احدد القيمه اللي تنحط في الوورد. The number of words bytes هي تكون يا words يا bytes ترى هذا يعني مسمى تقريبا. The number of words هنا عاد يختم ما صار مسمى هنا صار يعني قيمه او bytes وطبعا ما تفرق في السؤال. The number of words bytes in each block شوف حط 70 خطه 70 خط 70 خط in each block. اذا شفت في الجمله عندك block وقال لك in each block contain مثلا in each block فيه كذا العدد الفلاني هذا هو العدد هو اللي ينحط داخل الوورد زين in each block. قبل أن نحدد السؤال شوف هنا assume byte address or memory consist of bytes cache has ما أدري وشو each and in each block كذا and each block شفت هذه هي نفسها هنا هنا يعني هذه القيمة هذه هي اللي بتصير في هنا في الورد. بعلمك شلون نوصل ثلاثة نوصلها. البلوك فيلد اللي هو هذا select a unique block in cache. البلوك فيلد الحين مو قلنا هذه الرام مثلا بلوكات والكاش هذه هي البلوك فيلد يعني قصد البلوك هذا الحين إذا قلت لك العدد الفلاني مثلا العدد مثلا 6 ب ما ادري وشو بالهكسا ديسمال طبعا زين هذا خلينا نقول اي اعطاني عدد بالهكسا ديسمال وقلت لك وين بنحط هذا العدد 16 هنا عشان هكسا قلت لك وين نحط في اي خانه في هنا فعشان اعرف اي خانه بالبلوك فيلد اخذ القيمه اللي داخل البلوك واقول تراها نحط في الخانه الفلانيه. البلوك فيلد هو اللي يحدد لي اي خانه نحط زين. يقول it must select a unique block of cache. a unique block الأولى الورد يحدد الأدرس عنوانها ثانية مكانها وين في الكاش. هنا عشان أعرفه يعني عشان تعرف البلوك فيلد أتوقع واضح is the number of blocks in cache number of blocks in cache. إذا قال لك memory ما أدري وشو فيها number of block كذا عرفت. مثلا شوف هنا assume byte address memory consist of شوف قالك number of blocks زين number of blocks consist of mob blocks هذه cache has 16 blocks هذه خلاص هذا blocks field هذه 16 هذه زين. بنجي للمثال هذا عشان تفهم الصورة هذه. الباقي يكون التاج مثلا الحين قلت الورد قيمته رقم البلوك قيمته رقم التاج مثلا التاج يساوي
مثلا عدد البيتس اللي هنا هذه مثلا خلينا نقول يعني هذه يعني هذه كلها مثلا خلينا نقول مثلا شك حط مثلا خلينا نقول 20 بت، التاج بتساوي 20 ناقص 2 ذولي مع بعض y زائد x. زين بتشوفونها في المثال، وحس اني استعجلت بس في المثال هذا التاج اللي قلته تو اللي هو اللي حط اللي استخدم المقارنة وعلم ايش. طيب خلينا نشوف المثال، مثال بسيط يقول assume a byte addressable memory. ما اشوف انها في فرق سواء byte addressable او مدري اللي هو a word addressable. assume a byte addressable memory consists of 2 bar او exponent 14 2 اس 14 bytes. زين assume a byte addressable memory consists of 2 of 14 byte. ركز لي على هذه bytes، نمسح الازرق bytes. cache has 16 blocks. cache has 16 blocks. دائما اشوف قالي 16 blocks اقول هذه حقت قائمه البلوك. البلوك عندي هنا بحطه هنا. زين each block has 8 اقول هذه حقت دائما قال each هذه بتنحط في الوورد. بس حط لي خطين على البايتس هذه. زين هذه بعد بوريك الحين how many bits do we have in a... يقول كم البت اللي في التاج حسبها كثير، كم بت في التاج وفي البلوك وفي المدري ايش كذا هذا مطلوب. طيب الحين اول شيء تسويه ودي احطها في صفحه جديده وامسح الموجود هذا. طيب ايش رايكم نمسحها سواء keep yes. طيب خلنا نسخ هذا راح جاني new. طيب كبر عشان تروح الأشياء ما تجي. أوكي أخي هذه الأشياء تخلي الناس تقول والله شرح يزيد طول. هذه الأشياء. طيب بسم الله نجي هنا. إحنا قلنا بايت أدرس وما يهم consist of خلنا بعد هذا عني 2 أس 14 2 أس 14 بايتس. زين هذه طيب قلت حط عينك على بايتس ومع الكلمة هذه بايتس اللي بعلك هيش فائدتها. قلنا each block consists of 8 each block هذه قلنا هي اللي هي الوورد. هذه قلنا وين البلوكس هذه البلوكس هذه خل البلوك. زين الحين الرسمة هذه أنا ما أدري إيش مطلوب بس بحاول أرسمها كذا. طيب هذا التاج هذا البلوك هذا الوورد هذا الرسمة. زين إحنا طبعاً قالنا المفروض إنه يقول دايركت المفروض إنه يعني بالعادة في السؤال يعلمك إنه دايركت مثلاً. إحنا دامنا في موضوع دايركت عارفين دايركت لكن المفروض انه يعلمك وش النوع المابينج هل هو دايركت ولا فولي ولا سيت. طبعا هنا مثلا اوقات يكتب لك يحط لك رسمه زي كذا يقول لك دايركت او يحط لك الرسمه وتشوف كذا خلاص تعرف انها دايركت ولا تعرف من الرسمه. زين اول شيء نسويه اوقات يسال في السؤال كم عدد هذا الميموري 1 2 3 خلينا نحطهم بدون عدد هذا الرام مثلا او ميم ميموري او قاعد يسالك وغالبا يسالك اذا نظريه كم عدد البلوكات في الميموري كم عدد البلوكات هذه كم عددها هذه عشان تحسبها تاخذ اللي فيها بايتس وبايتس هاتنين ذولي. زين اقول 2 اس 14 2 اس 14 تقسيم هذه 8 لكن ما اقدر اقسم اقدر اقسم كذا بس ما ابغاها بالصيغه هذه اجي اقول دائما خلها base of 2 اي شيء يتعامل مع الميموري base of 2
2 أس 14 هذه وش أقدر أخليها؟ 8 مو هي نفسها 2 أس 3 هي نفسها يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 2 2 4 4 2 8 هذه أقدر أقول 2 أس 8 3 في القسمة نطرح الأسس إذا 2 أس 14 خلينا نحسب بدي 13 12 11 2 أس 11 هذا هو عدد بلوكات يعني هذه من 1 إلى 11 عدد بلوكات الرام 11 أو من 0 إلى 11 زين توتال إلى 10 يعني انه معدلها 11 وحده هذه ودي ارجع عشان اتاكد ايش تها هذه طيب هذا واحد من الاسئله تجيك يطلب عدد بلوكات اللي في الميموري او الرام النوع الثاني قلنا البلوكس كم هذا فيه خلينا نشوف معطيني 16 بلوك مثلها بالصيغه هذه اللي قلت لك 16 هي نفسها كم 2 اس 4 صح 2 أس 4 سوى 16 الأربعة هذه 4 بت 4 بت في شيء أساسي نسيت أجاوبه هذا التوتل كم التوتل التوتل كلها لو بجمعها مع بعض كم زين التوتل تعرفه من هذه شوفها أول واحدة إذا قال لك memory consist of كذا أعطاك إياها memory consist of كم خلاص هذا 14 مشكلة في آخر تابلت صعبة 14 بت واضح هذه 14 بت هذه المفروض أول ما أول شيء تبدأ يعني أو تعرفه أو تشوفه إن memory consist of حتى لو تلاحظون أول رقم طمرته ما نظرته إلا يوم أحسب هنا العدد البلوكات في الميموري فهذا كله 14 زين عشان نحسب التاج إحنا التاج وش يساوي هذا زائد هذا الوورد الوورد قلنا اللي فيها each 8 8 هي نفسها اللي يقول 2 أس 3 هذه انت تعمل اللي بالأس هنا 3 بت طيب 4 3 زائد عليكم الحسبة او خلينا نشوف وين ها طيب 14 اللي هو هذه التوتال كامل انا بطلع التاج الحين ناقص 4 ناقص 3 7 هذا المفروض 7 بت يعني 7 لو بجمع هذول كلهم بيطلع لي 14 خلنا نتاكد شفت 7 بت 4 3 بت فهمت هالشغله كل الباقي سهل عليك كل الأنواع الباقية سهل عليك اختلافات بسيطة بس ما تفرق كثير إلا بعضها أسهل ممكن ست أسوشيتيف هذا هو اللي فيه تريك بسيط بس واضح من اسمه طبعا هذا هو طلب مدري شو قال له number of memory blocks اللي هو قلناه number of memory blocks تقسم هذا على اللي فيها بايت بايت محدد عليها بايت بايت تلقاها أحيانا مثلا شوفها word وينها الثانية word تقسم ذا على ذا كذا واضحة ذا على ذا هذا هو اللي حق اللي مدري ايش اللي قلناه بنحل هذا السؤال يا ريت انه لايف ستريم عشان اسال تبون ارسم تبون كذا ارخص لي ارخص لي اوكي اسرع لي طيب نرجع هنا طلب منا النمبر اوف بلوكس جبناه قال لك التوتال كم 14 بت جابه من هذه 14 بت اللي هو هذا التوتال كلهم الميموري ادرس ريكوايرز 14 بت ثم قال لك تقسيمتها ثلاثه الوردز وجبناها من اللي فوق الايتش وين اللي فيها ايتش هذه جبناها من الوردز هذه 16 اتوقع انها خلاص وريمايند خلينا نشوف المثال اللي بعدها طيب قدام انه ما في رسمه شيء خلينا نجرب من هنا حاولوا انتم تشوفون خلينا نمسح الحل هذه دي يس كيب ما راح امسحها بس لا بخليه نفسه شوف طيب خلينا نشوف
وين ذا؟ طيب a computer using direct mapping. شوف قال لي direct mapping زين، لازم يقولها لك، يمكن قالها لأن هذا حاط لك الرسمة. شوف direct mapping، هذا ما قال حاط الرسمة فقال direct mapping. عرفت إنه مجرد ما قال direct mapping أسوي كذا، خلها تحت، يمكن أحتاج مسافة مساحة. أقول كذا tag block word. طيب هذا دايركت، خلاص مجرد ما قال دايركت حطيت الرسمة حقته. has دايركت mapping has 20 words، 22 أس 20. طبعا أقول 20 لأن هذا التوتال كله بيكون 20 بت زين. طيب اوف مين ميموري، هذا مجرد ما تشوف العباره هذه 20 بت اوف مين ميموري كذا خلاص تحطها. قال لك عند كاش هاز 32 بلوكس، 32 قلنا 3 2، حطها بصيغه البيس 2، 2 أس 5، 2 أس 5 32 اي ثينك، اتوقع 2 أس 5 32 تمام. ف دام ان اخذت اخذ هذه اللي احنا قلنا البلوكس، هذا 5 بت بسرعه تجيبها. ترى عشان مطول انا ارسم وذا قاعد اتاخر. اند ايتش ما ادري خلاص، ايتش كاش بلوك عرفت انها 16 2 أس 4، 16 تساوي 2 أس 4 هذه 16، فهنا بتكون 4 بت. الحين عرفت هذه اقدر اجيب التاج، تاج وش تكون اللي هي باقي 20، والله ما اكتبها، 20 ناقص 5 ناقص 4 11 بت. هذا التاج بتصير 11 بت. طيب ابغى عدد البلوكات في الميموري، يوم اقول هالميموري عدد بلوكات الميموري، فقلت اقسم هذا على ويش، خليني قاعد اتابع اقسم هذا على هذا اللي في words words، اعطوه مباشرة تقسمها اثنين على بعض بس base of two. فاثنين اس عشرين تقسيم اثنين اس اربعة قلنا، عشان 16 اثنين اس اربعة ساوي 20 ناقص اربعة ساوي 16 اثنين اس 16. يعني الميموري بلوكس، اقول ميموري بلوكس، ميموري بلوكس عاد ما ادري شو الصيغه المناسبه لك، اقول 16 كذا 16 بلوك او 16 بلوك كذا زين واضحه. خلينا نشوف الحل الحين ايش بقي. إيه خلينا نشوف الحل. لا شوف قال لي هاو ميني، هذا السؤال هاو ميني ميموري بلوك، 2 أس 16 ساوي 16 بلوك، هذا how many what is the format of memory address as seen by the cache، يعني وش التاج وش البلوك وش الورد، وطلعناها هذه، هذا البلوك وهذا اللي هي each block، هذا التاج قصدي الورد زين work other word. You go to which cache block will the memory reference اعطاك الريفرنس هذا بالهكساديسمال عشان 16، هذا قال كوين بنحط في اي خانه في الكاش، في اي بدي ارجع مثالنا هذا رام كاش، اعطاك ريفرنس عنوان اللي هو زي هذا، قال في اي خانه بنحط في الكاش. إذا تذكرون يا رب ما تسمعوا طقطقة، أنا قلت عن شيء إن المربع البلوك وينها، أتوقع إن هنا قلت إن مربع البلوك هو اللي يعني القيمة في البلوك اللي تعطيني هذا.
أو نجي نشوف الحين. طبعا هنا شوف هذا العدد، الحين تحول العدد هذا إلى باينري، نستخدم اللي في شابتر 2 هيكسيت هيكستيت هيكستيت، أتوقع كذا هي كانت سيت اسمها هيكست هيكس أوكتيت هيكستيت، ما أدري إذا هو كذا هيكس. المستخدم هذه اللي نعمل بأربع بت أربع بت أربع بت، زين هذا أربع بت وهذا، فنشوفها نحولها. أنا أبغى طيب تيس سيف أبي هنا وأبي هذه. هذه الرسمة عاد علمتكم مليون مرة قد ترسموها أو احفظوها، فاختصارا للوقت الصفر شوفها من أبغاها بال هذه أوكتيت، لا أبغاها بالباينري، هذه أبغى العدد هذا هيك صفر هذا صفر، فبتكون عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة أصفار. الدي وين الدي؟ هذه واحد واحد صفر واحد، فبحط فراغات بينهم واحد واحد صفر واحد. البي واحد صفر واحد 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 صفر واحد واحد، البي واحد صفر واحد واحد. الستة صفر واحد واحد صفر صفر واحد واحد صفر. مش بقي الثلاثة الأخيرة، ثلاثة صفر صفر واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد واحد. أنا قسمتها كذا زين، دامي سويت هذه خلنا نكبر الصفحة نكبر هذه طبعا. طيب وين وصلنا الحين؟ هذه هي حولتها لديسمال إلى قصدي باينري زين بالهيكسيت ومن الأمور هذه، هذا الصفر هذا الصفر هذا الدي هذا ايش في ذا اوكي هذا البي اتوقع ما يمسح شيء اوكي هذا الستة هذا الثلاثة زين. لكن نجي هنا شوفها ما اقدر امسح الله الشغلة شلون مسويها الحين ارسمها من جديد بخلي هنا كم قلنا 11 بت هنا 5 بت هنا 4 بت زين احنا مقسمينها كذا وورد بلوك تاج نبغى نجيب البلوك خلينا نبدا من اليمين 4 بت هذه 4 1 1 0 0 1 1 0 0 هذه 4 بت زين هذه 5 بت اللي هي دي هذه 4 باخذ محمد الواحد بتصير 0 1 1 0 1 الباقي كم 11 المفروض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 انا ما تهمني هذه بس بديت من اليسار عشانها اسهل لي 4 بت 4 بت هذا العدد اذا حولته للديسمل هو اللي بيعطيني سبوت وين بحطه فيه وين بحط في خلها ال 1 0 1 1 0 1 1 0 شوف هذا موجود عشان ما اروح افتح مواقع احول هذا هو انا يوم شفتها كذا تردخت عشان اعرف شلون جابها هذه لانه ما سواها بالطريقه كذا ورانيها اذا حتى اذا فتحت شرح الدكتوره اروى بتشون سويت سكيب للشيء هذا كيف حولها وكيف جابها المهم فهذا العدد هو نفس اللي عندي 1 0 1 1 0 احوله الى ديسيمال بيطلع لي 22 أودي واحد صفر واحد واحد صفر أنا أذكرني فاتح الموقع باينري ديسمال واحد صفر واحد واحد صفر 22 خلصنا قالك في أي سبوت أي سبوت ما أدري شو إنه حاط في الماج هذا هو بالطريقة هذه خلاص بقول ينحط في الخانة 22 اللي بعده هنا سامري اللي درسنا دايركت ماب أبقراك راية Direct Mapped Cache Maps Memory Direct Mapped Cache Maps Memory Blocks in a Modular Fashion يعني يسوي لها Mapping بطريقة المود ذا ماب المابينج يعتمد على إيش إذا ما سوي لها Mapping يعتمد على Number of Bits in the Main Memory Address Number of Blocks in the Cache
how many addresses are in a block. طب هذا الكلام هذا هو اختصار اللي يقول x mod y وراي حط واحدة x mod b مثلا مش كاتي او n كان حاطين x mod n number of bits in memory address. لا مو بهذه هذه number of blocks in cache how many addresses are in block اتوقع لا هذه هي هذه الثالثة وهذه هي هذه الأولى ما خاب ظني زين اتوقع كده يعني هو يقصد بهالاشياء القانون شلون على اساس حط مابينج لما قال مودل the number of bits in the main memory address the number of blocks in cache how many addresses bytes or words are in a block determine the size of offset اللي هو الورد طيب اللي بعده summary direct mapped cache is not as expensive as other caches because the mapping scheme does not require any searching يقول لك direct mapping هذا اللي نستخدم النوع الأول مو مكلف رخيص مقارنة بالباقيين ليش؟ لأنه ما يحتاج أستخدم برامج خاصة عشان أدور وين حطيت أما نقلتها من رام ما يرزقني على كذا ما كتبت دي وياكم أما نقلتها من رام إلى كاش زين نقلتها من هنا إلى هنا في الدايركت ما رخيص ليش لأن ما يحتاج أدور وين أنا حطيتها وين أنا نقلتها تخيل إذا من النوع الثاني اللي يقولك الفولي تجلس في أي مكان في القاعة لازم أقعد أدور وينك فيه وين حط وين جلست أنت الست أطلع لست من أصل مثلا عدد ست مثلا أربعة كراسي يوم أقول لكم لازم على أن عندي أربعة بس لازم أعرف أي واحد من هالكراسي جلس فيه ففيها قروشة الدايركت لا خلاص أنا عارف وين حطيت هنا خلاص ما يتحرك عشان كذا ما في سيرشنج بحث عن الداتا وين وديتها عارف مكانها زين فمو بغالي خلني أقرأ شو مكتوب each main memory block has a specific location to which it maps زي الكلام يقوله كل بلوك هنا عنده موقع خاص خلاص ما يغير a main memory address is converted to a cache address العنوان هذا طبعا احنا قدمنا قبل ان العنوان في الميموري يختفى العنوان في الكاش لكن هنا main memory address converted to cache address مختلفات طبعا the block field identifies one unique cache block زي ما حلينا في المثال هذا البلوك فيلد هذا هو اللي حدد لي مكانها وثابت يعني قصدي يونيك يعني كل واحدة لها بلوك فيلد خاص a block field identifies one unique cache block the CPU knows priority هذه يعني مسبقا يعني CPU knows the cache the CPU knows the cache block number in which it may find needed data يعني CPU يعرف وين حطيناها في الداتا يعرف وين مكانها هذا وخلصنا كده الكاش مابينج طبعا هنا دخلنا في الفولي اسوشيتيف كاش خلونا نقرا ايش مكتوب in a fully associative cache scheme a main memory block can be placed anywhere in cache that current type يدخل ويجلس في مكان يبيه a main memory block can be placed anywhere in cache the only way to find a block mapped this way is to search all of cache يعني لما يجلس في مكان شلون اطلعه الداتا لما احطها من تجي من الميموري للكاش وتجلس في اي مكان شلون لازم ابحث هذا الشغله لحالها مكلفه ماني 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 هذه الشغله طبعا البحث يكون برا يعني برا متوازي بس يكون مو بس يكون اتوقع كذا برا كذا سيت الكاش كذا كذا هذا برا ما خبرني يعني احفظها لنا السيرش يكون على برا اوكي single search طبعا all tags المهم associative memory requires special hardware to allow associative searching quite expensive نفس الكلام اللي يقول هنا قلت لنا يعني عشان تبحث عن الداتا المعينة تحتاج special hardware يعني أجهزة أو قطع غالية قطع خاصة
وهذا اللي يخليه يرفع سعر النوع الكاش من النوع هذا، النوع الفولي. زين، هذه احنا عندنا نوعين هنا. طبعا تعرفون رسمة اللي قبل الدايركت، هنا لو تلاحظ ما في شيء اسمه بلوك، ما في بلوك. البلوك كان يحدد لي مكانها، هي في الكاش في المكان هذا خلاص، هي البلوك يحدد مكانها. لكن بما ان هنا ما في بلوك، فما اقدر ان احدد مكانها، ما اعرف. لو اعطاني مثلا زي المثال هذا، ما بعطاني رقم قال لي طلع مكانه في الدايركت، الدايركت اقدر، عندي دايركت اقدر احدد الكوين مكانها بالضبط. لكن في الفولي ما اقدر، فولي لازم سبيشال هاردوير، اللي هنا سبيشال هاردوير عشان اطلعه، تبحث عنه. طيب خلينا نشوف الدايركت ماب. عندك نوعين، التاج تعرف شويته، يحدد مكانها في الكاش، والمقارنه ما ادري ايش، نفس الفكره. الوورد او المسمى الاوفست نفس الشيء، ما تغير شيء. خلينا نشوف مثال. A full for a memory configuration with 2.14 words. زين، اعطاني قال لي memory ما ادري وش 2.14، هذا على طول اعرف انه العدد اللي تحت هنا 2.14. and fully حدد لي نوعها، فولي خلاص ارسم رسمة الفولي اللي هو كذا، اللي هي تاج والورد بس، هذا فولي 16 blocks 16 block. 16 بلوك لوها قال لي، يعني قال لي انها دايركت، ابى اقول دايركت بطلعها من 16 هذه. زين، هذه 16 ابى اجيب دايركت منها. بعض المسائل ترى يعطيك زي كذا ويقول يجيب لي بالدايركت وبالفولي وبالست كذا يعطيك. فهنا دام ان فولي ما تهمنا ذي الحين، ما تهمنا ابد، ما في عندنا بلوك عشان اخذها. and blocks يعني او each blocks، قال لك blocks، والبلوكس تتكون مثلا من 8 words. لازم التريكي words هذه تفهم، تطلع منها اشياء. بس اذا ما عرفت ان ما شفتها كلمه each، اعرف words لازم يكون نفس بعض. بس هاي تلقى words و bytes، لا words word، هذه تختلف blocks هذه. خلاص words أول دامها مربوطة في الميموري، هذا اللي طلع من هنا. الword الثانية حقت اللي هو التاج. هنا عندنا 8 تساوي 3.23، أخذ هذه وأحطها هنا، شوفها. عندنا هنا 14، قلنا هذه 14. طبعا 14 ناقص 3 يطلع لي 11 بيتس، 14 ناقص 3 اللي هو 14، هذه 14 ناقص 3 من هذه يساوي 11 بت، اللي هي التاج هذه تاج. طيب وش بقينا الحين؟ اذا قال لي وين كم عدد خانات الميموري، الميموري كم عدد خاناتها، هذه على هذه اقسم دي على دي، 2.14 تقسيم 2.3 يساوي 2.13 12 11 2.11، هذا عدد خانات الميموري البلوكات اللي فيها. خلصنا. طيب خلينا نشوف السؤال هذا. يقول طبعا حاط لك مسألة، suppose that a computer using a fully assertive cache، الكمبيوتر الأولى طبعا كاش has 2.16 word of main memory. خلاص عرفت ان هذا هو عدد، لو برسم الرسمة هذه التوتال حقها 16 بت. زين، and cache هذه ما تهمنا، where each 2.3 2.3 2.5، هذا 2.5، فالword اللي هي 5 بت. 16 ناقص 5 احنا، لا هي 16 ناقص 5 11 صح بت. لو بقول طب شوف السؤال هنا يقول خلنا هذه، يقول how many blocks of main memory. خلاص 2.16 على 2 أس كم 5 يساوي 11 بت، الأولى 11 بت هذه. What is the format of the memory address as seen cache tag word؟
شوف هذه حطيناها فوق يمين، التاج 11 الورد 5، هذه هذا التاج. قالي to which cache block will the memory reference كذا، وين حصله في الكاش بلوك؟ احنا قلنا هنا ما عندنا بلوك، وال fully ما اقدر احدد مكانه، ما اقدر اقول لك ترى تلقاه في الكاش في مكان فلاني، فهنا we can't find this one، ما راح نقدر نسوي لها مابينج وانها بتكون في اي مكان، ما اقدر احدد. شوف الاجابات 216 هذه نفسها صح علينا، الاجابه الاولى صح A 16 بت ادريس، هذا هو قلنا 16 خلنا في الرسمه حقتنا فوق يمين، هذه 16 بت صح علينا، التاج 11 صح علينا، اللي بعدها اللي هي الفيلد 5 برضو صح علينا، كلها جبناها صح. وقلنا هنا كم قلنا احنا ما نقدر نحددها، قال since it's assertive or fully assertive cache it can map anywhere، ما اقدر احددها لانها تقدر تكون في اي مكان. بس خلصنا هذا، خلصنا مثالين على اللي هو fully. طيب الحين شوي كلمات او مقارنه بين الدايركت والفولي. الدايركت احنا قلنا يحدد عضو مكان، if a block already occupies the cache location where a new block must be placed the block currently in cache is removed. يعني احنا عندنا هذه الرام، عندنا هذه الكاش، خلينا نقول المربع هذا موجود هنا في النص، وانا امشي جاء واحد من المربعات مثلا هذا مثلا، خليني احط خطوطه بالطول، جاء انه بينقلونه في المكان هذا نفسه، ما اقدر احط اثنين مع بعض داتا، خلاص هذا بيمسح الاول بيمسح يستبدل بهذا. انا ادري ترى انا زيكم لخبط، انا ادري ان هذه فيها موضوع فيها لخبطه شوي، زي هذه يوم يقول شلون اثنين وشلون مدري ايش، ليش هنا كي مدري ايش هنا ما يسوي زين، بس ما ادري توني افكر فيها. بس خلينا نشوف يمكن نقرا. If a block already occupies the cache location where a new block must be placed the block currently in cache is removed it is written back to memory if it has been modified or simply overwritten if it has not been changed. طيب الكلام هذا ناقض لي قبل، ممكن هذيك كان الغرض الشرح، لكن هنا يفرق في الدايركت مابينج. طبعا لما هنا يكون اوكوبايد هذا البلوك يكون مشغول، في قيمه داخله او فيه داتا داخله هذا البلوك، هذا هو هذا مثلا، الحين اذا بحط هذا جاء هذا مكانه زين، هذا جاء مكانه في هالحاله، يا اني واحده من ثنتين، يا اني اقول للميموري اعدل عليه واقول للميموري تراني البلوك هذا عدلت عليه، او الحاله الثانيه اني خلاص اغيره بالكامل اوفر رايت، اذا ما في تعديل خلاص اوفر رايت بالكامل يتغير بالكامل يصير هذا هو هذا زين. هذه الحين نروح الفولي. With fully assertive mapping when cache is full زين عشان نرسمها. طيب when cache is full الحين ما هذه الكاش فل فلفلة زين، هذا الكاش عندنا فل، وش يقول لنا؟ يقول when cache is full we need a replacement algorithm، هذه algorithm معناها خوارزمية أو زي خوارزمية، يعني يبي لها حل خوارزمية، طبعا هي أساس قبل لا تدور حل تسوي تنشئ خوارزمية راح تدرسونها في مقرر M269، هذا المقرر كامل يتكلم عن الخوارزميات كيف تنشئ حلول او اساس اذا عندك مشكله كيف تحلها، فلازم في البدايه اول خطوه خوارزميه.
ثم قبل تحول هالبرنامج لطريقة وحل وأكواد هذه. طبعا وين وين كاشز فول طبعا تنشر الخوارزميات هي الأساس when a cache is full we need a replacement algorithm to decide which block we which to throw out of the cache. لازم يكون عندنا خوارزمية تحدد أي واحد من البلوكات. الحين أنا بلوكات فل أبي أنقل هذا وين أحطه، في هذا ولا هذا ولا هذا. فهنا لازم يكون عندنا خوارزمية أو طريقة معينة هي بنفسها يعني مضبطة أنها تكرش الداتا اللي هنا أو هنا أو هنا على حسب على أي أساس عندنا. مثلا من الأمثلة عندنا البلوك طبعا اللي بينكرش، خلنا نقول مثلا هذا اللي بينكرش بيتبدل، يعني شو بدي مصطلحاتي، هذا اللي بيتبدل زين، خلنا نقول هذا اللي بيتبدل، هذا اللي هو مسمى سميه victim block ضحية أو البلوك الضحية، هذا له مسمى. طبعا من الأمثلة يقول لك least recently used، مثلا في العملية آخر واحد استخدمته أو داتا جانا آخر واحد دخلناه واستخدمناه وخلصنا منه، هذا مثلا ممكن يكون يكرش هذا أو يطلع يبدل بهذا اللي آخر واحد استخدمته. ممكن يقول أول واحد استخدمته، أول واحد دخل الكاش ما المرة خاص، أول واحد قد ولى عليه طول خاص نطلعه. ففيه على حسب خوارزميات كثيرة وطرق كثيرة، ما عندي خلفية كبيرة عنها. فيقولك least recently used أو مثلا first in first out، هذه كلها أمثلة first in first out، يعني أول واحد موجود هو اللي يطلع. طبعا هنا ندخل على set associative mapping أو in way هذا الاسم الصحيح set associative cache mapping. why moving to set associative mapping، ليش نستخدم هذا set؟ تلفوني يعني أقول لك عندي دخلت انت الاختبار وقال لك اجلس هنا، قلت له والله انا ابغى مدري ايش، قال لك خلاص حدد لك مثلا كراسي هذه، قال لك اختر واحد منها واجلس فيها. يعني وش يستفيد هنا؟ وش الفرق؟ هذا لو تلاحظ ما بين الدايركت والفولي، فولي يجلس في اي مكان، الدايركت لا مكان واحد، هنا في النص حدد له اماكن بس مو يعني اختار زين، هذا الست اسوشيتيف فما بين الاثنين، فبياخذ خواص هنا وياخذ هنا. الدايركت قلنا رخيص، الفولي غالي فبياخذ من هنا وهنا. المهم why moving هنا fully associative is not restrictive، يعني مو بزي الدايركت عندك بس مكان واحد ما تعداه. it allows a block from main memory to be placed anywhere، يعني اقدر احطه في اي مكان بس بين ست مختاره. however it requires a larger tag to be stored with the block. fully okay، هنا يتكلم عن الفولي، معليش هنا يتكلم عن الفولي. الفولي زي ما قلنا انها allow the block sit anywhere، احطه في اي مكان البلوك، لكن هذا يحتاج اني تاج، يكون فيه تاج كبير زي ما تشوفون هنا في الفولي. شوف التاج، تاج يعني قاعد تريح مساحه من الكاش. Which results in larger cache. It requires a special hardware for searching of all blocks. قلنا يحتاج special hardware عشان أدور وين حطيته، CPU عشان يعرف وين حطيته، فهذا مكلف بحد ذاته. طيب set associative mapping is a combination of direct and fully associative mapping. يعني ما بين direct والfully. زين. It takes the advantage of direct mapping, low cost, and fully associative, not restrictive. زين؟ ياخذ بعض من مزايا الدايركت ومزايا الفولي. قلت لك مزايا الدايركت انه يعني انه سعر رخيص، تكلفة رخيصة، ومزايا الفولي انه يعني يجلس في اي مكان. باخذ من هنا ومن هنا. طيب هذا الكلام انا سويت له سكيب لانه هو نفسه وينه؟ نفسه هذا الكلام. نفسه بالضبط يعني كرر. طيب how does the in-way associative cache mapping works، كيف يشتغل؟ أنا شرحت لكم فكرة الطالب وما أدري إيش، فأتوقع عندكم فكرة واضحة كيف يشتغل، لكن خلنا نقرأ القراءة وأنتم عاد فهموها على سالفة اللي شرحتها في البداية. the cache memory is divided into set of n blocks، هذا الكاش ميموري
أنا أضغط اللي يحذف بالغلط، وفي كيبايندز في القلم، وأنا ماسك القلم أضغط باللي يحذف. هذه هي الحين، كم عددها؟ 1 2 3 4 5 6 7. دي زود 1، 8. طيب هذه هي. زين. The cache memory is divided into set of n blocks. الحين لو أحدد هذا 2 مع بعض، هذا سويت set من 2 مثلا، أو إحنا قلنا anyway way set اللي هو هذه anyway set، كأن يقول 2 way set. لو أحدد 3 هذول مع بعض صار 3 way set. عرفت فكرة set؟ خلاص هذا 2، هذا 3 مثلا، زي كذا. يعني الحين قاعد نقسمها لست. Is the cache memory، هذا طبعا cache، is divided into set of n blocks. Instead of mapping to a single cache block مثل الدايركت، يعني احطها في الدايركت واحد، an address map to a set of n blocks in cache. يعني بدل ما احطها في خانة واحدة اقول روح هنا مثل الدايركت، لا احطها في ست. خلينا نقسمها على ست 2، هذا 2 بالحلوة واجد دي. طيب هذا 2، أنا الحين مقسم على 6 2، هذا 2. طيب شو اللون مستخدمه؟ يلا هذا 2. زين، شوف قسمتها 6 1 6 2. هو المفروض عدي يبدأ بالصفر بس ما عليه. 6 3، 6 4، عندي 4 6. الحين قسمتها على 6 كذا مثلا. هذا مثال ترى. زين، شوف the memory is divided into sets of n blocks. set set set، هذا كلام سويناه. an address map maps to a set، يعني لما احط الادرس عندي، لما احط مثلا اخذته من memory اوديه للست، ما ودي للبلوك، اودي للست. الست فيها بلوكين مثلا او 4 بلوكات او على حسب، فانا ودي للست هذه ولا الست هذه ولا الست هذه. شوف انا ادرس maps to a set of n blocks، يعني set of n blocks هذا قاعد تشوفه ست 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 فيها بلوك 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 of 2 blocks، set of 2 blocks، لاني قلت 2 way هذا اللي سويته. Once the desired set is located, that cache is treated as an associative memory. خلاص يعني يتعامل هذا على انه ينقل على انه memory. The tag memory address compared to the tags of each، نفس الشيء. طيب in set associative cache mapping, the main memory address is partitioned into 3 pieces، يعني يتجزأ الى 3 اجزاء. هذه في السكيم او الرسمة، احنا عندنا 3 اجزاء. الورد already تعرفونه، التاج already تعرفونه، جانا قسم جديد اللي هو set. احنا مثلا قال W او مو W، anyway set هذا عدد. فهنا يعني تشوفونها في الامثلة توضح التاج. انا شوف ما حددته، لان مجرد ما تفهم الكلام خاصة انت عارف الكلام، تقرأ تفهم السؤال تعرف الكلام. هذا يقولك التاج والورد نفس ما هي قبل. the set indicates into which cache set memory blocks. أعطاك مثال، هذا أتوقع وضحت نفس الصورة هذه. يوم أقولك set 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 هذه نفس الشيء، بس هو بدل ما يسويها زي ياخذ هذول set، هو ما أخذ هذول set. يعني الكاش مو بشرط زي ما أرسمها، أنا أقول كذا ممكن تكون كذا. زين، فهو ياخذ هذا لي ست كامل، هذا ست، هذا ست، مثل ما سوى هنا. شوف هذا كيل، هذا كله ست، ست صفر، هذا كيل، هذا ست ثاني، هذا ست ثالث. التاج يكون على شو اسمه، كل بلوك، كل بلوك يكون عليه تاج. طيب فهذا مثال. زين، خلينا نشوف السؤال او الاكزامبل. A main word addressable memory. A main memory قالنا memory contains of 2 أس 14. حين نعرف 14 فائدتها، هذه هي
تحت زين. A cache contains of 16 blocks. ال 16 block في الدايركت كنا ناخذها على انها شو بحلها على انها دايركت ما لي بحالها بس اقول لك يكون tag blocks وهنا word. كان اقول هذه 60 ها 16 هذه بتصير 2 اس 4 باخذ 4 هنا 4 بت زين. لكن عندنا احنا هنا مثلا خلينا نشوف الحين which where each block ايش قال لي each contains of 8 words. طبعا words هنا words زين. و قال لي show how the main memory address partitioned in the system uses اعطاك نوع two way assertion map. طيبا طيبا المهم احنا عرفنا ال 14 هذه اللي هي عدد البيتس في التوتال. ثم نجي نقول مثلا الحين المين ميموري كم فيها بلوك نقسم هذا على هذا هذا ها بديت احرف انا 2 اس 14 تقسيم 2 اس 3 2 اس 11 زين. فالميموري فيها 11 بت 11 بلوك قصدي. هذه هذه الاولى. طب ما ادري اذا هو طلب الميموري ادريس كم 14 بت اوكي هذه الميموري فيها 14 بت زي ما قال شبه تحت 14 بت هذه واضحه. The cache consists of 16 block and each اوكي ما لي من هنا. الحين ايش قال لي؟ قال لي خلنا نمسح ذولي. قال لي هنا الكاش عشان انا اجيب الست شوف الست هذه زين عشان اجيب الست عندي 16 بلوك. 16 بلوك وش تساوي؟ 2 اس 4. ثم قال لي ان واي ست ان واي يعني مقسوم على 2 ان واي هذا الست هو حاط لي 16 بلوك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الى 16. فقال لي anyway إن أقسم على 2 فالمفروض إني أقول 16 بلوك هذه تقسيم 2 المفروض كذا. لكن إحنا نتعامل ببيس 2 ف 2 أس 4 تقسيم 2 way 2 أس 1 I think إيه 2 أس 1 فيساوي 2 أس 1 يساوي 2 أس 3 4 ناقص 1 2 أس 3 أو بقسم 16 على 2 16 تقسيم 2 2 في 8 بيطلع 8 8 تساوي 2 أس 3 جيبها بالطريقة اللي تعجبك زين. خلاص الحين عرفنا كل شيء. هذه طلع طلع 2 أس 3 هذه حقت البت حقت الوورد هذه حقت البلوكس حقت الست هذه هي يوم قسمتها على 2 الباقي على التاج تساوي التاج اللي هو الباقي يعني تساوي 14 ناقص 3 زائد 3 صحيح 3 زائد 3 6 زائد 8 خلنا نشوف الحاسبة 6 زائد 8 يساوي 14 فهي ست شوف أنا خليت كل ثلاثة 14 ناقص 3 ناقص 3 أنا بديت والله فحي خلاص صحيح يعني يوه متخلص. طيب أتوقع خلاص جبنا كل شيء يعني شوف الميموري أدريس جبناها 14 بت اللي تحت 16 بلوكس إن واي الكلام اللي قاعد أشرحه 16 تقسيم 2 كل كلام طلع لي الست فيها ثلاثة لما قالت اثنين ثلاثة بيتس والبلوك برضو كنت الورد ثلاثة بيتس هذي قالك each block كذا طلعها كلها نفس الشيء والريمايننج التاج جابها مباشرة مرة. اوكي انا بوقف ترى هذا المثال بوقف خلاص الثاني هذا. طيب هنا يقول assume system memory has 64 mega words
64 ميجا واز. طبعا هذه هي اللي بتخلينا نجيب حال ال 26 بتس. زين 64 واز. طيب هنا قال بلوكس ار 64 بلوكس ار 64 واز لينث. فهنا شوفها واز ان ذا كاش كونسيست اوف اوكي واز لينث. هنا زي each block تكون من 64 words. إذا ما شفت كلمة each أو ما فهمتها خلاص خذ words، خذ words دائما ببعض الكلمتين ذولي. so words و bytes تكون كذا خلاص. هذه أعرف عشان أعرف كم وين أحدد وين ال إيه الله ال word اللي هو هذه. ثم قالنا the cache consists of 16k blocks. طبعا نشوف k و m و ترى سؤال فاينل كان كذا في K و M مخربط هذه في تريك. سؤال فاينل معطينا هذه مثلا معطينا 26 بت ويبي هذه ال 64 لأنه مخلخ لهم سؤال فاينل. طيب consists of 16 block هذا خلاص أعرف أنه اللي في النص دمه بلوكس أعرف أنه يعني إذا هو إذا هو مثلا دايركت أعرف أنه بلوك حق البلوك اللي هنا إذا هو anyway اعرف انه حق الست. طيب خلينا نجي الاول شيء 64 ام ابغى اعرف انا عدد هذا اللي تحت عن طريق 64 ام 64 تساوي 2 اتوقع 2 اس كم 2 اس 5 2 اس لا مو خطا 2 اس 6 اوكي 2 و 6 هذه 64. طيب 2 و 6 زين الام احنا الحين كاباسيتي فناخذها بالاثنين او خليها على بيست 2 تصير 2 و 20 هنا مضروبه زين 2 و 6 ضرب 2 و 20 يساوي في الضرب نجمع الاسس 2 و 26 هذا هو لتحت هذا زين. اول شيء عرفنا نجيبه عرفنا ثاني خلينا نشوف المعطيات الثانيه. قال لي بلوكس ار او خلينا نشوف الميموري ممكن الله يرزقك كنت مرسمت هذه كم عدد بلوكات الميموري نقسم هذه على ذي هذه قلنا 2 و 26 تقسيم 64 كم هذه 64 2 و 6 ساوي 2 أس 20 ساوي 20 الميموري فيها 20 بلوك. هذا الشيء الأول جبناه هذا الشيء الثاني جبناه ما أدري هو مطلوب ولا لا مو مطلوب. طيب الحين جبنا هذه وجبنا هذه لا ما جبنا هذه صح إلا جبناها شوف هذه each blocks في 64 64 شوف هذه 2 و 6 فهي 6 بتس هذه 2 و 6 نفس الشيء يعني تحولها كذا. فجبنا الورد وجبنا التوتال حق البتس حق الادريس ثم جبنا الحين باقي الكاش باقي الست هذه اذا جبت الست خلاص هذه تجيبها بالعملية الطرح وقسم خبيط. قال لك 16K خلينا نشوف هنا 16K وهنا قال لك show that address four way set associative four way يعني هذا أقسم على 4. طيب 16K وش تساوي 16 2 أس 4 ضرب 2 أس 10 هنا بتصير 2 أس 14 أقسمها على 4 4 هي 2 أس 2 2 أس 2 ما أتوقع أنك تقدر أتوقع تقدر ولا ما أدري بجرب بعد الطريقة هذه. المهم أقسمها الأربعة هذه واي هذه نفسها 2 أس 2 هذه حول كل شيء بيس 2 في القسمة نطرح الأسس 2 أس 12 خلاص جبنا الستة الحين
هذه جبنا الست. طيب الطريقة الثانية اللي أقولها قاعد أقولها تقسم، أقدر أقسم مثلا 16K تقسيم 4، هذه 4 في كم يعطيني 16؟ 4 في 4 فبيطلع لي 4K، هنا تساوي الأربعة هي نفسها 2 و2، الكي قلنا 2 أس 10 ضرب 2 أس 10 تساوي 2 أس 12، نفس الشيء. زين، فشوف الطريقة تريحك، كلها بسيطة خلاص. الحين يعني جبنا أغلى أكثر شيء، جبنا هذه الحين، هذه سهلة، هذه 26 ناقص 12 ناقص مدري كم ناقص 6، 26 ناقص 12 هذه 14 ناقص 6 عاد مدري كم 8، مباشرة مرة ما يبي لأي شيء، خلصنا هذا الشابتر. طبعا هذا سؤال معطيك اياه يقول all in one، يعني اعطاك السؤال، شوف ما يهمل بايت ادرس، اعطاك السؤال وقال لك جبها لي الدايركت وجيب لي الفولي، شوف جيب لي الدايركت وجيب لي فولي وجيب لي فور واي. زين، ففي السؤال ايش قال لك؟ 1 ميجا، الميجا تعرف انها 2 أس 20، 1 2 أس 0 صح؟ 2 أس 0 هنا يعني 1 ما يفرق، تحط مو لازم حتى تحط هذا، خلاص هذا 2 أس 20 consist of 32 blocks، هذا حق البلوكس أو الست، أو الست each block هذا حق الوورد. طيب قالك الحين سبيف هذا different fields، طلع لي fields ثم أعطاك address، قالك حدد لي وين في مكانه، هذا تقدر تجيبه في الدايركت، دايركت تقدر تجيبه بالضبط وين فيه، في الفولي ما تقدر، انه can be anywhere fully. الثالثة تقدر تجيبه في الست، بس ما تجيبه وينه بالضبط، تجيبه في أي ست، احنا عندنا هنا ست، تجيبه في أي ست، تعطيه الست الفلاني بس ما تدري أي بلوك داخل الست، لأنه ما بينه وياخذ من كذا وكذا، فتقدر تجيبه في أي ست. فخلاص أنا ودي أترك لكم إكزامبل عشان أختصر للوقت وحاولوا تحلونه، ترى مرة بسيط مرة مباشر، أصلا أردي حليته كذا بالحركة هذه، كتبت هذه خلاص حليته، الورد ما يتغير، الورد في كل الحالات بيكون 4، 2 أس 4 الورد بيكون 4 في كل، شوف 4 بت 4 بت 4 بت الورد ما يتغير. طيب إذا عرفت الورد أنت بتقدر تعرف التاج، يعني بس طلع لي اللي في النص، طلع لي بلوك، هذا البلوك في شو اسمه في الدايركت بيكون 2 أس 5، هذه في الدايركت البلوك بيصير 5، الورد 4 البلوك 5، شوف الدايركت 5 4. طيب الفولي ما راح يكون في عندنا شيء اسمه بلوك، فولي خلاص حطه في مكان، فشوف الفولي ما في بلوك هنا، خلاص ال 20 هذه مو 22، هذه ال 20 خلاص تقدر تطلع التاج الحين في الفولي، تقدر تطلع في الست الحين الاخير، ست اسوشيتيف مدري هذه كم قالنا ان واي فور واي، خلاص اقسم البلوك هذه على 4، هذه 2 اس 5 تقسيم فور واي 2 اس 2 خلاص 2 اس 3 بيكون 6 3، وين الست حقنا 3 خلاص. الحين تحدد بس طالب منك شيء زيادة، هذا تحولها للديسمل الباينري، تحولها لما تحولها توزع الأرقام 3 5، شوف قال 4 بت هنا تحط الأربعة، هنا مدري وش الفايف وتجيبها في البلوك، ما تقدر هنا في ال هنا تحدد له بس الست، شوف قال أنا خلاص أقرأ خلصتوا، بالتوفيق لكم جميعا ودعواتكم لي إن شاء الله. والله ما هان علي إني أسوي الشرح وأترك جزء، إن شاء الله إنه كان شرح خفيف واضح، وأتمنى إنه يدوم. يعني إذا عجبك وصفي أخوياك، أنا والله ما أبي إلا الأجر، ويعني وإذا في سؤال أو في شيء
ممكن تتواصلون على اليوتيوب، ترى أقرأ الكومنتس وإن شاء الله أني أقدر أجاوب. أنا للأسف تراني أدرس حالي حالكم زين، فما أكون متفرغ أشرح مقررات. والله ودي أشرح TME11 TME5 كلها أقدر أشرحها، لكن ماني متفرغ أدرس. ففي وقت الإجازة تلقاني أشرح زي كذا. في ناس مثلا تجي تسألني أو شيء في الجروبات أو غيره، فأشرح الشغلات معينة بسيطة، لكن مقرر كامل مثل كذا مو بني ما أقدر، لكن ما في وقت، هذا المشكلة. يعني صعب الواحد يوفق بين دراسة يعني وإن سويت كذا ترى يجي تقصر على نفسي. وأدري إن قلت لكم ترى كذا بتقول لا بد نفسك، بس ما ودي أطول عشان اللي يقولون شرح يطول.